بسم الله الرحمن الرحيم. المادة التي نحن بصدد الوقوف عندها اليوم يتعلق الأمر بمادة المدخل لعلم السياسة، وهي مادة موجهة بالدرجة الأولى لطلبة السنة الأولى حقوق. ومادة المدخل لعلم السياسة تتناول بالدراسة والتحليل ثلاثة محاور أساسية سنعرض لها على الشكل التالي. في المحور الأول سنحاول فيه تقديم تعريف لعلم السياسة من جهة وللسياسة من جهة ثانية، مع الوقوف عند كيفية ظهور هذا الحقل المعرفي وربما العوامل التي ساعدت في ظهور هذا الحقل المعرفي وعلاقته بباقي الحقول المعرفية الأخرى، ولا سيما العلوم الاجتماعية بوجه عام، مع التطرق لبعض النظريات التي ساهمت في تطور هذا الحقل المعرفي. المحور الثاني سنخصصه لمواضيع علم السياسة، بمعنى أهم المواضيع التي ينكب هذا الحقل المعرفي على دراستها، ولا سيما موضوع الدولة من جهة والسلطة السياسية من جهة ثانية والمشاركة السياسية في محطة ثالثة. المحور الثالث سيخصص لمناقشة القوى الفاعلة أو القوى المؤثرة في النظام السياسي، ولا سيما الأحزاب السياسية من جهة وجماعات الضغط أو جماعات المصالح من جهة ثانية. ولكن قبل الخوض في الحديث عن هذه المحاور الثلاث، سنتطرق في مقدمة أو تقديم لبعض الأمور التي نعتقد أنها ضرورية ولا بد من الوقوف عندها. يتعلق الأمر أولا بضرورة الإشارة وضرورة التأكيد على حداثة علم السياسة كحقل معرفي قائم بذاته. وفي هذا الإطار بطبيعة الحال يجب التمييز بين علم السياسة من جهة والفكر السياسي من جهة ثانية، هذا الأخير بطبيعة الحال الذي يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد من خلال كتابات أفلاطون وأرسطو في هذا المجال. وبالتالي فإذا كانت هناك حداثة لعلم السياسة، فالفكر السياسي بالمقابل يضرب بجذوره في أعماق التاريخ وفي أعماق الفكر السياسي بطبيعة الحال. النقطة الثانية تتعلق بمجال علم السياسة، هذا المجال الذي قد يعد إلى حد ما مجال معقد لكونه لسبب بسيط يرتبط بحياة المجتمع، وكون أن علم السياسة يبحث بالدرجة الأولى في ماهية القوى التي تأخذ لها صورة السلطة، هذه السلطة التي يفترض وجودها البحث في كيفية عملها والأرضية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تستند عليها. الهدف من تدريس مادة المدخل لعلم السياسة هو هدف أو غاية متعددة الأبعاد، يمكن أن نختزلها في النقاط التالية: أولاً القدرة على فهم وإدراك واقع الحياة السياسية والخارجية للدولة بطبيعة الحال، تمكين الطالب من القدرة على تحليل الأفكار والأعمال السياسية، إعداد الطلبة لتقلد وظائف الدولة والإدارة العامة، وأيضاً يمكن أن نضيف وظيفة تربية المواطن وتنمية حسه النقدي بطبيعة الحال. إذن يمكن القول بأن علم السياسة كآلية منهجية ذات بعد علمي يهدف إلى الإلمام بطبيعة الحال بالظاهرة السياسية وفهم تعقيداتها في أفق إيجاد القوانين المتحكمة فيها بطبيعة الحال. إذن تحدثنا في بداية التقديم عن حداثة علم السياسة، بحيث أن ظهور علم السياسة كحقل معرفي قائم الذات يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية ومنتصف القرن العشرين بأوروبا بطبيعة الحال. وهناك مجموعة من العوامل التي
ساهمت في ظهور هذا الحق المعرفي وفي استقلاليته عن باقي الحقول المعرفية الأخرى. ويمكن أن نختزل يعني هذه العوامل المساعدة في ثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول وهو عامل أو عنصر الاستقلالية، ولا سيما يعني استقلالية علم السياسة عن الاقتصاد من جهة بفضل يعني كتابات المفكر الإنجليزي آدم سميت بهذا الخصوص، واستقلالية علم السياسة عن كل من الدين والأخلاق من جهة ثانية، ولا سيما يعني من خلال الكتابات التي أقامها والتي قام بها ماكيافيل في بهذا الخصوص، بحيث ركز في كتاباته وخصوصا في مؤلفه الأمير على ضرورة الفصل بين السياسة من جهة وبين الدين والأخلاق من جهة ثانية. ولذلك يعني ستصبح السياسة كفن للحكم تعتمد على الخبرة والحنكة بدل اعتمادها على قواعد الدين والأخلاق. ويعني مجموع النصائح التي قدمها ماكيافيل للحاكم أو للأمير تندرج بطبيعة الحال في هذا الإطار. العامل الثاني المساعد على دور علم السياسة يتمثل في يعني ولادة إدارة حديثة. هذه الإدارة الحديثة التي رافقت بطبيعة الحال ظهور النظام الرأسمالي، وذلك من خلال يعني تطور موارد هذه الإدارة الحديثة سواء المادية أو البشرية، وبالتالي يعني مجموعة من الدراسات والأبحاث تهتم ب أو ستتناول يعني المؤسسات التي جاءت بها هذه الإدارة الحديثة بطبيعتها. والعامل الثالث المساعد يتمثل في تبني الاقتراع العام ودمقراطة الحياة السياسية، الشيء الذي أدى إلى تبني وإلى ظهور أنظمة حكم قائمة على أساس ديمقراطي. هذه الأنظمة الديمقراطية التي أدت بطبيعة الحال أو التي قامت على أساس توسيع قاعدة المشاركة السياسية بفضل انتشار واعتماد الاقتراع العام، وبفضل هذا يعني ستنتقل الحياة السياسية من شأن يهم الحاكم أو الأمير إلى أمر يهم يعني عامة المواطنين أو عامة الشعب. إذن هذا فيما يتعلق بالعوامل المساعدة. هذه العوامل الثلاث بطبيعة الحال يعني أدت إلى ظهور علم السياسة كحقل معرفي مستقل عن باقي الحقول المعرفية الأخرى. هذا العلم الذي عرف إرهاصاته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بحيث يعود تاريخ ظهور هذا الحقل المعرفي وتدريسه بالجامعات الأمريكية إلى يعني تاريخ 1875 على وجه التحديد. ويمكن أن نقول بأن كانت هناك مجموعة من العوامل المساعدة التي يعني أدت إلى ظهور هذا الحقل المعرفي في الولايات المتحدة الأمريكية أولا. ويمكن أن نشير يعني في هذا الإطار يعني إلى الحربين العالمية الأولى والثانية كعوامل مساعدة، بحيث أن يعني الأوضاع التي كانت تعرفها القارة الأوروبية خلال هذه الفترة التاريخية أدت إلى يعني انتقال مجموعة من الدارسين ومجموعة من الباحثين في مجال علم السياسة من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال. ويمكن أن نقدم كمثال يعني فريدريش كارل وفالديمار غيريان وماريو إينودي إلى غير ذلك من الباحثين الذين يعني فروا من ويلات الحروب التي كانت تعرفها أوروبا أنذاك للاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية، وما توفر لهم هذه يعني القارة من استقرار ومن ظروف مواتية لاستمرار يعني البحث والاشتغال على هذه المواضيع. فيما يتعلق بأوروبا وبفرنسا على وجه التحديد، يعني كانت هناك ولادة عسيرة لعلم السياسة لمجموعة من الظروف ولمجموعة من الاعتبار. ويمكن أن نشير في هذا الإطار إلى يعني مبادرة الفقيه الفرنسي إيميل بوتمي، والتي يعني تمثلت في تأسيس المدرسة الحرة لعلم السياسة كما يقول، من أجل يعني مقاومة الجهل السياسي الذي رافق ظهور الجمهورية الثالثة بفرنسا. ولكن هذه المبادرة لقيت معارضة وانتقادات يعني شديدة اللهجة من قبل مجموعة من
المفكرين الفرنسيين، ولا سيما من قبل يعني كبار علماء الاجتماع وكبار رجال القانون الفرنسيين آنذاك. ويمكن أن نشير في هذا الإطار إلى تلك المقاومة التي عبر عنها كل من أوغوست كونت وإيمانويل دوركايم، بحيث يعني عملوا الشيء الكثير من أجل أو في أفق رفض الاعتراف بالطابع العلمي لعلم السياسة، لدرجة أن إيمانويل دوركايم على سبيل المثال قام بنشر مؤلف أطلق عليه عنوان قواعد البحث الاجتماعي، والذي فسر فيه رؤية حادة جدا للشروط التي يجب أن يخضع لها البحث العلمي بطبيعة الحال. نفس المعارضة عبر عنها رجال القانون في شخص الفقيه الفرنسي كلود بيفنوار، والذي يعني كان يعتبر وكان ينظر إلى علم السياسة على أنه مجرد تخصص تابع للقانون وامتداد القانون الدستوري على وجه التحديد. هذه المعارضة وهذه الانتقادات أدت بطبيعة الحال إلى إبعاد علم السياسة من دائرة العلوم وحقل التدريس داخل الجامعات الفرنسية، وبالتالي يعني لم تتم مأسسة هذا الحقل المعرفي إلا في يعني نهاية خمسينيات القرن الماضي. إلا أنه ورغم ذلك يجب التأكيد على نقطة أساسية، وهو أنه يعني رغم أن كليات الحقوق بفرنسا على وجه التحديد خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد التزمت الصمت إزاء علم السياسة، بل وأظهرت العداء إزاءه في العديد من المحطات، إلا أنها تبقى المدرسة الحقيقية له من خلال تدريس مجموعة من المواد كالقانون الدستوري والنظم السياسية والعلاقات الدولية والفكر السياسي بطبيعة الحال. وفي هذا الإطار يجب يعني أن لا تفوتنا فرصة الإشارة والتذكير بالدور الكبير الذي لعبه كبار رجال القانون الفرنسيين في ظهور وفي تطور علم السياسة. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى مساهمة كل من موريس دو فيرجي وليون دوجي وجورج بيردو وموريس أوريو إلى غير ذلك من كبار فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة بفرنسا بطبيعة الحال. وبالتالي يعني بفضل إسهامات كل هؤلاء المفكرين ستصبح دراسة الدولة والظواهر الدستورية والعلاقات الدولية تحتوي شيئاً آخر غير ما يدرسه القانون ويعمل على شرحه بطبيعة الحال. وبهذا في هذا الإطار يمكن أن نقدم على سبيل المثال يعني مجال الانتخابات، حيث يجب التمييز بين مجالين رئيسيين: الشق القانوني والمتعلق بالقوانين التي تؤطر العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وشق سياسي اجتماعي يتعلق بضرورة تفسير سلوك الناخبين يوم الاقتراع للوقوف بطبيعة الحال عن ربما العوامل التي لعبت دورا محددا في توجيه الناخبين يوم الاقتراع. ويعني هذه الأمور بطبيعة الحال أو يعني هذا الشق السياسي الاجتماعي لا نجده في القوانين، ولكن يجب يعني الوقوف عنده من خلال الاهتمام بمجموعة من الظواهر والاشتغال على مجموعة من المواضيع التي تشكل يعني التربة خصبة لهذا الحقل المعرفي الذي يتمثل في علم السياسة بطبيعة الحال. وحتى يؤدي الخطاب عن الموضوع السياسي الدور المنوط به والمتمثل في مقاربة الظاهرة السياسية بكل موضوعية وتجرد، لا بد للباحث وللمشتغل بعلم السياسة من التحلي بالنزاهة والحياد من أجل العمل على تطوير المنظومة السياسية، لأنهما حسب ماكس ويبر التحلي بالنزاهة والحياد يساعدان في فك السحر عن العالم، لأن التحليل العلمي يعتبر مزيلا للأساطير والأوهام، ولو يعني كانت هذه الأساطير والأوهام في العديد من المحطات وفي العديد من المجتمعات لها دور كبير وكبير جدا بطبيعة الحال. إذن بعد هذا ربما التقديم المقتضب نصل إلى الباب الأول، والذي قلنا سنتطرق فيه لتحديد مفهوم السياسة من جهة وعلم السياسة من جهة أخرى، ضرورة الوقوف عند
العلاقة التي تربط بين علم السياسة وبعض الحقول المعرفية الأخرى التي تنتمي للعلوم الاجتماعية، للحديث في نقطة أخيرة دائما في إطار الباب الأول عن الإسهامات التي أقامتها مجموعة من التي قدمتها مجموعة من النظريات قصد يعني الارتقاء بعلم السياسة إلى درجة أو إلى مستوى باقي الحقول المعرفية الأخرى. إذن أولا تحديد مفهوم السياسة وعلم السياسة، يعني كتعريف مبسط يمكن أن نقول بأن السياسة في اللغة أو بالمعنى اللغوي هي القيام بالأمر وتدبيره في كل القضايا وفي كل المجالات، وفي المعنى الاصطلاحي يمكن تعريف السياسة بتدبير الأمور الاجتماعية العامة ذات الصلة بالحكم والسلطة، كما نجد بأن التعاريف التي قدمها المهتمين بهذا الحقل المعرفي تختلف من تعاريف حاولت يعني جعل السياسة كفن لحكم الدولة أو لحكم المجتمعات، وهناك من يرى بأن السياسة هي مجرد نشاط ماكيافيلي مراوغ هدفه وغايته الأولى والأخيرة بطبيعة الحال هي تحقيق الربح والمصالح الخاصة إلى غير ذلك. ولكن يعني من خلال هذه التعاريف المتعددة التي قدمت لمفهوم السياسة يمكن أن نقف عند ثلاث اتجاهات كبرى. الاتجاه الأول ويرجع إلى فلاسفة اليونان، بحيث اشتق مصطلح السياسة نفسه من الاسم اليوناني الذي كان يطلق على مجتمع المدينة آنذاك. هذه النظرة الأخلاقية عبر عنها كل من أفلاطون وخصوصا أرسطو، والذي اعتبر السياسة كل ما من شأنه أن يحقق الحياة الخيرة في مجتمع له خصائص تميزه، أهمها الاستقرار والتنظيم، الكفء والاكتفاء الذاتي. ونفس يعني النظرة أو المقاربة يمكن أن نجدها عند المفكر ابن خلدون وعند رواد النزعة الإنسانية من قبيل يعني توماس مور على وجه التحديد. الاتجاه الثاني يضرب بجذوره في الفكر السياسي الذي ساد أوروبا على وجه التحديد خلال القرن السادس عشر، وخلال وخصوصا عند يعني كتابات كل من جون بودان وماكيافيل، والذي يؤكد على أن السياسة هي القوة. وبالتالي يعني هذا الاتجاه حاول تعريف السياسة بأنها هي معركة مستمرة تتمثل في الصراع حول القوة. وفي هذا الإطار يعني النصائح التي أو مجموعة النصائح التي قدمها ماكيافيل للأمير أو للحاكم كان الهدف منها بطبيعة الحال الأول والأخير هو يعني تمكين الحاكم من الحصول على القوة والمحافظة عليها والزيادة فيها، بحيث أن ماكيافيل يعني حاول الربط بين القدرة على ممارسة القوة وشرعية السلطة السياسية. بتعبير آخر يعني كان يختزل الشرعية أو شرعية السلطة السياسية في قدرة الحاكم على ممارسة القوة وعلى الانفراد بممارسة القوة داخل الدولة. الاتجاه الثالث ظهر في العصور الحديثة ويسعى إلى ربط علم السياسة بظاهرة الدولة، وبالتالي فالأنشطة والنظم التي توصف بأنها سياسية هي تلك التي يتحدد يعني بالدرجة الأولى انتماؤها إلى الدولة. وبالاعتماد على التقعيد العلمي لمفهوم السياسة، نلاحظ بأن مفهوم السياسة قد يتخذ ثلاثة أبعاد رئيسية. أولاً، السياسة كمفهوم قد يدل على التسيير والتدبير الطويل الأمد لميدان معين كالسياسة الاقتصادية أو السياسة الاجتماعية للدولة أو لنظام معين. البعد الثاني يتمثل في كون السياسة كمفهوم يدل على الاستراتيجية المسطرة من قبل شخص أو مؤسسة ما كمبادرة التنمية البشرية أو مشروع المغرب الأخضر على سبيل المثال.
والبعد الثالث يتمثل في كون أن كلمة السياسة تستعمل للدلالة على حكم قيمة، c'est-à-dire un jugement de valeur، على اعتبار أن المجال السياسي يبقى خاضع للإنسان وللتقييم، وبالتالي فالسياسة تكون بطبيعة الحال حبيسة قيم متعارضة ومتضاربة، أي في صالح البعض ومضرة بالبعض الآخر. فيما يتعلق بعلم السياسة يقصد بهذا الأخير في نهاية المطاف البحث أو ذلك البحث المنهجي عن الحقيقة السياسية، لأن الحقيقة هي غاية كل بحث علمي، ولذلك يعني أشرنا في التقديم إلى ضرورة تحلي المهتمين والباحثين في هذا الحقل المعرفي بالحياد والموضوعية في الأبحاث والنتائج التي يتوصلون إليها. بطبيعة الحال الأمر يتعلق بالدرجة الأولى في ضرورة التخلص من الولاءات سواء للنظام السياسي أو للتنظيمات الحزبية أو النقابية إلى غير ذلك بطبيعة الحال. إذن غاية علم السياسة تتمثل في إدراك الواقع السياسي بغية الارتقاء به إلى الأفضل. إذن إذا قلنا بأن علم السياسة هو بحث منهجي عن الحقيقة السياسية، فذلك بطبيعة الحال لا يتأتى إلا من خلال الرجوع إلى دراسة وتفسير الظواهر السياسية من خلال اعتماد يعني الآليات والتقنيات التي توصل إليها هذا الحقل المعرفي من خلال يعني مجموعة الدراسات والأبحاث التي أقيمت أو أجريت في هذا المجال. ويمكن تقديم علم السياسة باعتباره كعلم، وذلك بحكم وجود قوانين سياسية، بحيث أن معاينة وتحليل الظواهر السياسية يؤدي بطبيعة الحال إلى التسليم بوجود قوانين سياسية. وفي هذا الإطار يمكن يعني أن نقدم ثلاثة أمثلة لتبرير ما نحن بصدد الحديث عنه. المثال الأول يتعلق في تلك العلاقة السببية الموجودة بين طبيعة النظام الحزبي من جهة وتأثيره في طبيعة السلطة السياسية وكيفية ممارستها لاختصاصاتها. إذن طبيعة النظام الحزبي بطبيعة الحال، وسنقف عند هذه النقطة بالتفصيل حينما نصل للأحزاب السياسية كموضوع من مواضيع علم السياسة. طبيعة النظام الحزبي هنا يعني جرت العادة على التمييز بين النظام الثنائي الحزبية من جهة ونظام التعددية الحزبية من جهة ثانية. ونظام الثنائي الحزبية والتعددية الحزبية يعني يمارسان تأثيرا مباشرا في طبيعة السلطة السياسية وفي كيفية ممارسة هذه الأخيرة لاختصاصاتها، وسنفسر كما قلنا في ذلك عند حديثنا عن الأحزاب السياسية. المثال التالي الذي يمكن أن نقدمه بهذا الخصوص هو تلك العلاقة القائمة بين مبدأ فصل السلطة من جهة ومسألة حماية الحقوق والحريات الفردية بطبيعة الحال، بحيث أن يعني مبدأ فصل السلطة هو يعني كقاعدة الهدف منها توزيع السلطة وعدم تركيز السلطة السياسية. هذا التوزيع للسلطة السياسية يعني يؤدي بطبيعة الحال إلى توفير ضمانة للحقوق وللحريات الفردية. ويعني حتى مونتسكيو عند تنظيره لمبدأ وعند حديثه عن مبدأ فصل السلطة يعني قال بأن الدفاع عن مبدأ السلطة ليس كغاية في حد ذاتها، ولكن التبني والدفاع عن مبدأ فصل السلطة كآلية من شأنها الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية بطبيعة الحال. والمثال الثالث الذي يمكن أن نقدمه في هذا الإطار هو تلك العلاقة القائمة بين نظام أو نمط الاقتراع المعتمد من جهة وطبيعة النظام الحزبي من جهة ثانية. بتعبير آخر هناك علاقة سببية مباشرة بين طبيعة أو نمط الاقتراع المعتمد من جهة وطبيعة النظام الحزبي، بحيث أن كلما كان نمط الاقتراع المعتمد هو يعني الاقتراع الأغلبي تكون هناك يعني الظروف مواتية لقيام نظام حزبي يعرف بنظام الثنائية الحزبية، بينما كلما كان نمط الاقتراع المعتمد هو الاقتراع بالتمثيل النسبي تكون هناك يعني فرص أكثر لظهور نظام التعددية الحزبية بطبيعة الحال. إذن
كل يعني أو هذه الأمثلة الثلاث التي يعني قدمناها كلها يعني تسير باتجاه يعني التأكيد على أننا اليوم بصدد يعني وجود علم السياسة أو وجود حقل معرفي مستقل عن باقي الحقول المعرفية الأخرى بطبيعة الحال. بل أكثر من ذلك، ربما ما يعزز هذا الطرح اليوم وهو أن يعني حتى يعني العلم يرفض من حيث البناء مبدأ السلطة، وعليه فإن أي تأكيد لكي يكون علميا عليه أن يتقبل فكرة الخطأ. وفي هذا الإطار يقول كارل بوبر: حتى يكتسب الحقل المعرفي صفة العلم يجب عليه أن يكون قابلا للخطأ وللمراجعة من قبل أهل الاختصاص، وإلا لا يمكن اعتباره علما. وهكذا يعني نجد بأن حتى العلوم التي توصف بالحق هي نفسها نسبية، لأن مجموعة من القواعد تم التراجع عنها بعدما كانت تقدم كمسلمات لا يمكن دحضها بأي شكل من الأشكال. وعليه يمكن تقديم علم السياسة على غرار باقي العلوم الأخرى، فهو يقوم أساساً على أساس حقائق واقعية تستهدف الاستقرار والانسجام للمجتمعات الإنسانية. وهكذا كما قلنا يمكن تقديم السياسة باعتبارها كعلم بحكم وجود قوانين سياسية. إلا أن يعني هناك مجموعة من الانتقادات التي يمكن أن توجه لهذه التعاريف، لأن هذه التعاريف لم توفق في الكشف عن حقيقة وهوية علم السياسة ومحور البحث فيه، وبالتالي تبقى مجرد توضيحات وشروح وليس التعاريف، لأن التعريف كما نعرف جميعا يجب أن يكون جامعا مانعا بطبيعة الحال. وبهذا الإطار يعني يمكن تقديم ملاحظتين أساسيتين. الملاحظة الأولى تتمثل في أن هذه التعريفات اتخذت من ظاهرة الدولة أو السلطة موضوعا لعلم السياسة، بينما هناك ظواهر أخرى يتميز بها المجتمع السياسي والتي يعني لم يتم التركيز عليها في هذه التعاريف. الملاحظة الثانية تتمثل في أن هذه التعاريف لم توفق في الفصل بين المسائل العلمية والمسائل المذهبية، بالرغم من أن العلماء أقروا بوجود فرق بين العلم والمذهب، ولذلك يعني نتحدث عن علم اقتصاد ومذهب اقتصادي، علم اجتماع مذهب اجتماعي، علم سياسة مذهب سياسي إلى غير ذلك. وبالتالي فالتعريف الجامع لعلم السياسة يمكن أن يتمثل فيما يلي: علم السياسة هو ذلك العلم الذي يهتم بظواهر المجتمع السياسي. هذا المجتمع السياسي الذي تتعايش فيه مجموعة من الظواهر: الدولة بطبيعة الحال، الأمة، الرأي العام، الأحزاب السياسية، المذاهب السياسية، جماعات الضغط أو المصالح إلى غير ذلك من المواضيع أو الظواهر التي أصبح يهتم بها يعني علم السياسة. وبالتالي فعلم السياسة هو ذلك العلم الذي يبحث في مجموع هذه الظواهر بطبيعة الحال. السؤال الذي يطرح ربما بهذا الخصوص يتمثل فيما يلي: هل السياسة تعتبر علم أم فن؟ والجواب هو أن السياسة تعتبر في نفس الوقت علما وفنا. السياسة كفن تكتسب بطبيعة الحال من خلال الخبرة والتجربة وبعد النظر والقدرة على بلوغ الغاية وتحقيق الهدف المنشود من خلال اختيار أنسب الوسائل. يمكن أن نقول بأن السياسة كفن تحتاج بطبيعة الحال إلى العبقرية، وكذلك السياسة كفن لأن معظم
حكام العالم ليست لهم دراية بعلم السياسة، والعديد منهم لم يعرف الطريق إلى الجامعة ولا مدرجات الجامعة، وهكذا يمكن أن نقول بأن السياسة تعتمد في جزء كبير منها كما قلنا على الخبرة وعلى التجربة وعلى الحنكة التي تكتسب من خلال الممارسة بطبيعة الحال. كما أن يعني حتى علماء السياسة وحتى المهتمين والدارسين لهذا الحقل المعرفي ليست لهم أي رغبة وليس لهم أي استعداد لممارسة السياسة، وربما حتى وإن مارسوا السياسة فقد يفشلون في هذه الممارسة، لا لشيء سوى ربما للخبرة وللحنكة التي تنقصهم في هذا المجال. في نفس الوقت السياسة هي علم، علم لأن الاعتقاد أو لكون أن هناك اعتقاد راسخ بأن الحكم وممارسة السلطة لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يتحقق بشكل فعال إلا بفضل المعرفة العلمية، بعيدا عن اللجوء إلى الحدس والمهارات الشخصية أو الصدفة والتخمين. وفي هذا الإطار يعني القوانين السياسية التي تحدثنا عنها من قبل لخير دليل على ذلك. هذا الحقل المعرفي له بطبيعة الحال علاقة وطيدة تربطه ببعض العلوم الاجتماعية، وهكذا يعني فتدريس علم السياسة كمادة مستقلة لا يعني أنها قطعت صلتها بالمرة بباقي العلوم الاجتماعية، بل لا زالت هناك علاقة تأثير وتأثر بين علم السياسة من جهة وباقي الحقول المعرفية من جهة ثانية. إذن علاقة التأثير والتأثر هاته بطبيعة الحال نجدها ميزة أساسية تميز علاقة علم السياسة بالعلوم القانونية على سبيل المثال. وهكذا يعني القاعدة القانونية التي تهتم بتنظيم المجتمع وبتنظيم العيش المشترك داخل الدولة هي من وضع رجل السياسة ومن صنع رجل السياسة بطبيعة الحال. هذه القاعدة القانونية قلنا التي هي قاعدة اجتماعية وقاعدة سلوك في نفس الوقت، هدفها الأساسي بطبيعة الحال هو تحقيق مشروع مجتمعي يقوم على مجموعة من القيم المعينة، وتحديد طبيعة هذه القيم هو شأن سياسي محض بطبيعة الحال. إذن هناك ارتباط وثيق بين علم السياسة من جهة والقانون من جهة ثانية بطبيعة الحال. نفس علاقة التأثير والتأثر نجدها تطبع العلاقة القائمة بين علم السياسة وعلم الاجتماع، بحيث أن الأنظمة والمؤسسات ومجموع الظواهر التي يهتم بدراستها علم السياسة لا تنشأ بطبيعة الحال إلا في الوسط الاجتماعي. وبالمقابل يعني النظام السياسي إذا أراد أن يضمن لنفسه الاستمرارية فيتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الاجتماعي، حتى يكون هناك نوع من التفاعل بين النظام السياسي من جهة والواقع الاجتماعي من جهة أخرى، الشيء الذي يضمن لهذا النظام السياسي بطبيعة الحال الاستمرار والديمومة. كما أن علم السياسة لا يمكن أن يجد الظواهر التي تشكل محور أبحاثه إلا في المجتمع، وبالتالي لا يمكن تناول الظاهرة السياسية بمعزل عن الوسط الاجتماعي الذي تنشأ فيه بطبيعة الحال. نفس العلاقة يعني علاقة التأثير والتأثر نجدها قائمة بين علم السياسة من جهة والتاريخ من جهة ثانية، بحيث أن يعني التفسيرات الدراسات التي يقدمها علم السياسة اليوم ترتكز إلى حد بعيد على التجارب التاريخية بطبيعة الحال، وهكذا
يعني لا يمكن فصل الواقع السياسي للمجتمع عن جذورها التاريخية، هذه الجذور التاريخية التي تمارس تأثيرا كبيرا ومباشرا في تحديد معالم هذا الواقع السياسي بطبيعة الحال. بالإضافة إلى ذلك نجد بأن يعني بعض الأحداث والوقائع التاريخية كانت مصدرا لاستحداث بعض النظريات السياسية، وهناك في هذا الإطار يعني كل النظريات يعني التي تم تقديمها بخصوص السلم والحرب يعني تم تقديمها في ظل فترات النزاع والحروب التي عرفتها البشرية، ولا سيما يعني الحربين العالمية الأولى والثانية. كما يمكن أن نشير إلى يعني المساهمة التي قدمتها بعض النظريات السياسية في قيام أحداث تاريخية، وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى يعني الدور الكبير الذي لعبته كتابات جورج روسو على سبيل المثال في قيام الثورة الفرنسية لسنة 1789، والتي كان الهدف منها القضاء على النظام القديم بطبيعة الحال. إذن يمكن أن نقول على أنه يصعب إلى حد كبير فهم البنية السياسية والمؤسسات التي تضفي الشرعية على العلاقات السياسية وعلى النظام السياسي دون الاهتمام بالسياق التاريخي الذي نشأت وتطورت فيه بطبيعة الحال. هناك أيضا علاقة بين علم السياسة والجغرافيا، وبهذا الإطار يعني يمكن أن نشير إلى كتابات أرسطو وبودان ومونتسكيو وابن خلدون في هذا الإطار. هذه الكتابات التي حاولت إبراز أثر البيئة الطبيعية على سلوك الأفراد والجماعات وعلى نمط التجمعات البشرية بالدرجة الأولى، بحيث أن يعني البيئة الطبيعية تلعب دورا كبيرا في حتى في تحديد طبيعة الأنظمة القانونية التي ستطبق على هذه التجمعات البشرية. كذلك نجد بأن الموقع الجغرافي لبعض الدول يشكل عنصر مميزا في وضع سياستها ونظامها الداخلي ورسم معالم سياستها الخارجية. بعض الدول بحكم موقعها الاستراتيجي وثروتها الطبيعية نجدها يعني معرضة باستمرار لعملية تقاطب دولي، بل يمكن أن تكون عرضة لتدخل القوى الكبرى في شؤونها الداخلية، وذلك بأبشع الصور. على سبيل المثال يمكن أن نقدم يعني تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعديد من الدول، وبالخصوص دول يعني أمريكا الجنوبية في سبعينيات القرن الماضي، ويمكن أن نشير يعني إلى اغتيال الرئيس الشيلي السابق سلفادور أليندي بهذا الخصوص. كما يمكن أن نقدم كمثال يعني تدخل السياسة الخارجية الفرنسية في شؤون العديد من الدول الإفريقية، بل يعني لدرجة أن يعني الدولة الفرنسية كانت تفرض يعني الزعامات التي ستتولى ممارسة السلطة السياسية في العديد من الدول الإفريقية، لا لشيء سوى يعني للثروات الطبيعية التي تزخر بها هذه الدول بطبيعة الحال. كما أننا نجد بأن يعني المعطى الجغرافي يلعب دورا كبيرا في تحديد شكل الدولة ونظامها السياسي، وبالتالي يعني نجد بأن يعني الدول ذات المساحة الجغرافية الكبيرة دائما ما تتبنى النظام الفيدرالي وما يتيح هذا النظام الفيدرالي يعني من ربما الاهتمام والانتباه لخصوصيات يعني الأقاليم المكونة لهذه الدولة. يجب أن نشير أيضا إلى العلاقة التي تربط بين علم السياسة بالاقتصاد، وهكذا يعني لكي تتمكن الدولة من لعب دورها السياسي لا بد لها من أن تتدخل في المجال الاقتصادي، لا بد لها من تنظيم المجال الاقتصادي من قبيل مثلا وضع القوانين التي تحدد الوعاء الضريبي، وضع نصوص منظمة للملكة العقارية والشركات التجارية، التدخل في توجيه الاقتصاد. ويعني هكذا نجد بأن القوانين التي تضعها الدولة تساهم مساهمة مباشرة سواء في تنشيط الاقتصاد أو في ركوده بطبيعة الحال. كما أننا نجد بأن الدول تتدخل في العديد من المحطات وبأساليب كثيرة ومتعددة،
قصد ايجاد حلول لبعض الازمات الاقتصاديه، ويمكن ان نشير الى تدخل يعني الدول الليبراليه والدول الغربيه لتجاوز الازمه الاقتصاديه التي عرفتها هذه الدول ابتداء من سنه 1000 عفوا ابتداء من سنه 2008 ما يتعلق ب يعني ما يعرف بازمه السبرايم التي ظهرت في الولايات المتحده الامريكيه وانتشرت يعني بباقي الدول فيما بعد. إذا كما أن يعني واضع السياسة العمومية وصانع القرار السياسي لا يمكنه أن يبني وأن يحدد معالم هذه السياسة العمومية دون يعني أخذ المعطيات الاقتصادية بعين الاعتبار بطبيعة الحال، لأن هذه المعطيات الاقتصادية هي التي تحدد طبيعة هذه السياسات العمومية، لأن هذه السياسات العمومية بطبيعة الحال في حاجة لظروف اقتصادية والاعتمادات مالية من أجل تحقيقها ومن أجل نجاعتها بطبيعة الحال. كما أننا نلاحظ بأن هناك أيضا علاقة تأثير وتأثر بين علم السياسة والديموغرافيا، بحيث أن الشعب يعني العامل البشري أو العنصر البشري يعتبر أولاً وقبل كل شيء مصدر السلطة السياسية وأداة عملها، وبالتالي يعني نجد بأن هناك تدخل مباشر للسلطة السياسية والنظام السياسي في العنصر البشري قصد التأثير في النمو السكاني. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى تدخل الصين وتقنين الصين لهذا المجال، وذلك من خلال فرضها للابن الواحد يعني الحد من التزايد السكاني الكبير والكبير جدا الذي كانت تعرفه الصين. وبالمقابل نجد يعني تدخل العديد من الدول الأوروبية، ولكن هذه المرة من أجل توجيه وتقديم الدعم المالي للأسر من أجل يعني تشجيعها على الإنجاب، وذلك يعني قصد تعويض الفئات العمرية المتقدمة في السن بطبيعة الحال. إذن كما نجد بأن يعني جل الدول تبني سياستها أو تبني سياسة تهدف من خلالها تحقيق نوع من التوازن السكاني بين القرى والمدن من خلال مجموعة من الإجراءات من قبل مثلا إنشاء بنية تحتية في المناطق النائية وتشجيع الأموال على الاستثمار في القرى وفي المناطق النائية، وذلك لتحقيق نوع من التوازن السكاني ما بين الساكنة الحضرية من جهة وساكنة القرى من جهة ثانية، لأن الأنظمة السياسية تخشى دائما من زحف سكان البوادي على المدن، وهو ما يخلق يعني انتشارا بدور الصفيح وللطبقات العاملة، هذه الطبقات العاملة التي يعني تشكل مرتعا خصبا للانتشار يعني ربما الإيديولوجيا الماركسية وما تشكل هذه الإيديولوجيا من تهديد للنظام السياسي وللسلطة السياسية وللسلطة السياسية. إذن من خلال هذه الأمثلة نلاحظ بأن السياسة تمارس تأثيرا كبيرا على كل هذه الحقول المعرفية، بل وأحيانا تعمل على توجيهها في الاتجاه الذي تراه مناسبا، كما أن هذه الحقول المعرفية تؤثر وبشكل أحيانا لا يمكن تصوره في السياسة وفي صانع القرار السياسي الذي لا يمكن أن يتخذ قرارا دون الاحتكام إلى مجموعة من المعطيات التي توفرها له هذه المجالات. إذن لا يمكن الحديث عن علم السياسة دون الإشارة إلى إسهامات مجموعة من النظريات في تطور هذا الحقل المعرفي، وفي هذا الإطار يعني سنتحدث عن إسهامات ثلاثة مدارس أساسية يتعلق الأمر بكل من المدرسة السلوكية والمدرسة الوظيفية والمدرسة النسقية. المدرسة السلوكية تنطلق هذه المدرسة في مقاربتها للظاهرة السياسية من كون أن الأفكار السياسية ليست تصورات تجريبية ولكنها تعبير عن المصالح المتباينة والمتعارضة داخل المجتمع، وبالتالي سنجد بأن هذه المدرسة
ستهتم بالدرجة الأولى بتحليل السلوك الإنساني بصفة عامة وتحديد آثاره في المجال السياسي. وهكذا سنجد بأن الأبحاث والدراسات أصبحت تهتم بالدرجة الأولى بدراسة مجريات الواقع وتحليل النشاطات الفعلية للقادة والمؤسسات السياسية، وهكذا فقد ركزت هذه المدرسة على دراسة الحكم كعملية سياسية واجتماعية، وأكدت على دراسة جماعات المصالح أو جماعات الضغط، وذلك من خلال يعني التأثير الذي تحاول ممارسته على صانع القرار السياسي. المدرسة الثانية هي المدرسة الوظيفية. هذه الوظيفية تعتبر منهج لمقاربة الظواهر الاجتماعية والسياسية من خلال الكشف عن طبيعتها ووظيفتها بالدرجة الأولى. وهكذا سنجد بأن المدرسة الوظيفية زودت علم السياسة بمجموعة من الأدوات والآليات العلمية التي تتجاوز الرؤى المعيارية والمثالية للظواهر لتلامس الإشكالات الحقيقية والواقعية. فالوظيفية لا تكتفي بالكشف عن صلاحيات المؤسسات ووظائفها كما هو معلن عنه في القانون أو في الدستور، وإنما يعني تبحث في كيفية ممارسة هذه الصلاحيات من الناحية الواقعية. ويمكن يعني أن نقدم يعني مثالين بهذا الخصوص. المثال الأول يتعلق بممارسة البرلمان على سبيل المثال للوظيفة التشريعية، بحيث أننا نجد بأن هناك فرق كبير بين ما تتضمنه النصوص ولا سيما الوثيقة الدستورية من جهة والواقع أو الممارسة من جهة ثانية، بحيث أن في ولا سيما يعني في النظام البرلماني ليس البرلمان هو الممارس الوحيد للسلطة التشريعية، وإنما يمكن للسلطة التنفيذية بمعنى للحكومة أن تساهم هي الأخرى في ممارسة الوظيفة التشريعية لكونها يعني تتمتع وتتوفر على مجموعة من الاختصاصات التي تمكنها من التدخل في الوظيفة التشريعية ومن ممارسة الوظيفة التشريعية ومن ممارسة نوع من الضغط ومن نوع من التأثير على المؤسسة التشريعية. بل نجد يعني دائما في إطار هذا النظام البرلماني بأن يعني أغلبية القوانين التي يصوت عليها البرلمان في السنة يعني ذات مصدر حكومي، ما دام أن الأمر يتعلق بمشاريع قوانين وليس بمقترحات قوانين. كما يمكن الإشارة من جهة أخرى إلى يعني دراسة الأحزاب السياسية. هذه الدراسة التي لا يمكن أن تقتصر على فهم القوانين والأنظمة الداخلية لهذه الأحزاب والعلاقات الرسمية بداخلها، ولكن يجب الكشف عن الوظائف الحقيقية لهذه الأحزاب من الناحية الواقعية. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى الدراسة التي قام بها كل من ميرتون وديفيرجي، بحيث أن دراسة الأحزاب من خلال وظيفتها، هذه الوظيفة يعني ربما النهائية أو الوظيفة الحقيقية للأحزاب السياسية إلى جانب بطبيعة الحال المشاركة في الحياة السياسية وإضفاء الشرعية على النظام السياسي، نجد بأن يعني من أهم الوظائف التي تلعبها هذه الأحزاب السياسية تلك الوظيفة التي تتمثل في الاستجابة لمجموعة من المطالب لم يتم إشباعها من طرف النظام السياسي. المدرسة الثالثة والتي أسهمت في تطور هذا الحقل المعرفي هي المدرسة النسقية. هذه المدرسة التي تهتم بالظواهر ليس من خلال بنيتها أو وظيفتها كما نادت بذلك المدرسة السلوكية والمدرسة الوظيفية، ولكن من خلال اتساقها أي النظر إليها كأنساق en tant que système. وهكذا نجد بأن الفكرة المحورية التي يقوم عليها التحليل النسقي تتمثل في بناء نموذج فكري يتسم بالشمولية وقادر على دراسة وفهم الأنساق ليس باعتبارها مجموعات ساكنة بل متحولة تتفاعل مع محيطها الخارجي بطبيعة الحال. وهكذا فإن يعني الظواهر السياسية في تحليل النسق تعتبر بالدرجة الأولى جزءا من النسق الاجتماعي العام الذي تتبادل مع مكوناته التأثير المتبادل. هذه العلاقة بين النسق السياسي
والنسق الاجتماعي العام هي التي تساعد في نهاية المطاف النظام السياسي على القيام بوظائف التكيف والضبط والتوزيع الذي أو الشيء الذي يحول دون اختلال النسق الاجتماعي العام. ولا يمكن الحديث عن المدرسة النسقية دون الإشارة إلى يعني النموذج الذي قدمه دافيد إيستون بهذا الخصوص، هذا النموذج الذي يتكون من أربعة عناصر أساسية. العنصر الأول يتمثل في المدخلات، وهذه المدخلات يعني تتمثل في مجموع المطالب المجتمعية المختلفة التي تم التعبير عنها من طرف مجموع الشرائح المجتمعية المختلفة والمتنوعة. العنصر الثاني يتمثل في عملية التحويل، وعملية التحويل هذه ليست شيئا آخر غير أو سوى دراسة المطالب وتحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات عمومية من طرف الدولة ومن طرف مؤسسات الدولة ومن طرف النظام السياسي. والعنصر الثالث يتمثل في المخرجات، هذه المخرجات بطبيعة الحال التي يمكن أن نختزلها في القرارات العامة التي تتخذها السلطة السياسية والمتمثلة في أو التي تعمل من خلالها على تحقيق ثلاث غايات أساسية: تحقيق المطالب، توزيع القيم، وتحقيق الضبط الاجتماعي، الشيء الذي يمكن بطبيعة الحال من تحقيق استمرارية النظام السياسي كنسق خاص داخل ذلك النسق الاجتماعي العام. والعنصر الرابع في نموذج دافيد إيستون هو ما يعرف بالتغذية الاسترجاعية، هذه التغذية الاسترجاعية التي تتمثل في مجموع المطالب التي لم يتم إشباعها من طرف السلطة السياسية، مجموع المطالب التي لم يتم تحقيقها، مجموع المطالب التي لم يتم التفاعل معها بطريقة إيجابية من طرف السلطة السياسية والنظام السياسي، وبالتالي تتحول يعني إلى مطالب جديدة وإلى مدخلات جديدة يتعين على النظام السياسي بطبيعة الحال التعامل معها من جديد ومحاولة يعني الاستجابة إليها من جهة ثانية. إذن هذه المدارس النظرية لعبت دورا كبيرا في تحقيق استقلالية علم السياسة وفي الرقي بعلم السياسة وفي تقدم علم السياسة ليصل يعني للشكل الذي نعرفه اليوم. علم السياسة هذا بطبيعة الحال يهتم بمجموعة من المواضيع، هذه المواضيع سنعالجها في المبحث الثاني المعنون بمواضيع علم السياسة. هذه المواضيع والاهتمامات بطبيعة الحال تتنوع بتنوع الخلفية المعرفية المراد إبرازها أو باختلاف طريقة تناولها أو المنهجية والانتقائية التي تحدد مسار فهم عالم السياسة للأنظمة السياسية. ومواضيع السياسة بطبيعة الحال كثيرة ومتعددة، ولكن ربما لاعتبارين أساسيين، أولا لضيق الوقت وثانيا لخصوصية سنة أولى حقوق، سارتأينا الوقوف عند ثلاثة مواضيع أساسية. الموضوع الأول سنخصصه للدولة، والموضوع الثاني سنخصصه للسلطة السياسية، والموضوع الثالث سنناقش فيه المشاركة أو المساهمة السياسية. إذن الموضوع الأول هو موضوع الدولة. الدولة أولا وقبل كل شيء تعتبر ميزة وخاصية للمجتمع السياسي المنظم، وبطبيعة الحال يمكن يعني أو قدمت العديد من التعاريف للدولة، تعريف الفقيه بونار الذي يعني كان يرى في الدولة تلك الوحدة القانونية الدائمة والتي يعني تتضمن وجود هيئة اجتماعية تباشر شروطات قانونية معينة،
هذه الدولة المستقرة فوق إقليم معين تمارس الحكم عن طريق القوة المادية التي تحتكرها لوحدها. تعريف الفقيه كابان مثلا، الذي كان يرى في الدولة مجموعة من الأفراد المنظمين اجتماعيا في إطار مجتمع تسوده سلطة سياسية. تعريف الماكس فيبر، الذي يعني كان يرى في الدولة ذلك التنظيم الذي يحتكر استخدام العنف المشروع فوق رقعة جغرافية معينة. يمكن أن نضيف أيضا تعريف ماركس للدولة، بحيث كان يرى الدولة مجرد حدث تاريخي عارض أتى نتيجة لانقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة، بمعنى انقسام المجتمع إلى طبقات، إلى الطبقة البرجوازية وطبقة من جهة، والطبقة البروليتارية أو العاملة من جهة ثانية، واحتكار الطبقة الأولى لوسائل الإنتاج بطبيعة الحال. ولكن ما يمكن أن نستشف من هذه النظريات أو من هذه التعاريف، وهو أن يعني مجموعة هذه التعاريف ركزت على عنصرين أو على 3 عناصر أساسية لا بد من توفرها لقيام الدولة. الأمر يتعلق بعنصر الإقليم وبعنصر الشعب وبالسلطة السياسية. وبالتالي يعني يمكن أن نعرف الدولة بأنها أمة مستقرة فوق إقليم معين تمارس الحكم عن طريق القوة المادية التي تحتكرها لوحدها. و يعني إذا أردنا الرجوع إلى مجموعة النظريات التي اهتمت بالبحث في أصل الدولة، سنجد بأن هناك يعني اختلاف وهناك تضارب كبير بين مجموعة من النظريات نعرض لها على الشكل التالي. أولا وقبل كل شيء، تكشف يعني النظريات التي تعرضت للموضوع أن الدولة والسلطة متلازمان ومتداخلان، فالدولة ترعى السلطة، والسلطة وحدها قادرة على جعل جماعة بشرية مستقرة فوق رقعة جغرافية، وحدة قانونية سياسية تسمى الدولة. وعليه أن البحث في أصل الدولة يختلط مع نشأة السلطة السياسية نظرا للارتباط الوثيق بين نشأة الدولة وأساس السلطة السياسية فيها. ويعني بهذا الخصوص يمكن أن نقف عند مجموعة من النظريات. النظرية الأولى هو ما هي ما يعرف بنظرية التطور العائلي، والتي ربما قد نجدها في كتابات أرسطو وجون بودان، بحيث أن هذه النظرية حاولت إرجاع أصل الدولة إلى الأسرة وإلى الأسرة إلى الأسرة وإلى السلطة الأبوية على وجه التحديد. فالأسرة من منظور هذه النظرية، فالأسرة شكلت نواة التطور نحو العشيرة ثم القبيلة ثم القرية فالمدينة ثم الدولة التي ما هي إلا مدينة سياسية كبيرة، وأن التفاف الأفراد حول الحاكم ما هو إلا نتاج لتطور التفاف الأسرة حول الأب. النظرية الثانية هي ما يعرف بنظرية القوة، ويمكن أن نجدها عند ابن خلدون وعند ماكيافيل، بحيث ترجع نشأة الدولة إلى القوة والقهر، أي أن الدولة تنشأ حينما يعني أو كلما استطاعت جماعة من خلال الحروب والصراعات أن تنتصر وتتفوق على الجماعات الأخرى. وهكذا فإن الدولة ترمز إلى قوة الأقوياء التي تسيطر على ضعف الضعفاء. النظرية الأخرى ربما التي يمكن أن نقف عندها هي النظرية الثيوقراطية. وفي إطار هذه النظرية الثيوقراطية نميز بين اتجاهين أو بين مستويين. المستوى الأول هو ما يعرف بنظرية تبليه الحاكم، بحيث أن هذه الأخيرة يعني حاولت الإدماج بين الحاكم والإله، فالحاكم هو الإله نفسه، فهو من طينة غير طينة البشر، منزه ومعصوم من الخطأ، يجمع بين السلطتين الدينية والزمنية، وينفرد بممارسة كافة الاختصاصات يعني التي تمارسها الدولة من وظيفة التشريع ووظيفة التنفيذ ووظيفة يعني فض النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد.
والمستوى الثاني هو ما يعرف بأطروحة التفويض الإلهي، والتي يعني نجدها عند كل من كالفان ولوتر. هذه أو أطروحة التفويض الإلهي التي نميز في إطارها بين أطروحة الحق الإلهي المباشر التي تقول بأن الله هو الذي اختار بأن الله هو الذي اختار الحاكم، وبأن الحاكم موجود بإرادة إلهية، وبالتالي ف الفرد أو المحكومين لا يملكون حق مقاومة هذه السلطة السياسية لأنها من اختيار الله أو الدين أو السماء. والتوجه الثاني هو ما يعرف بأطروحة الحق الإلهي غير المباشر. تلك الأطروحة يعني التي تقول بأن الله أو الدين أو السماء لم تتدخل بشكل مباشر في مسألة اختيار الحاكم، ولكن التدخل كان على مستوى أقل، بحيث أن تدخل هذه الإرادة الإلهية أو الربانية أو قصد تهيئ الظروف وتسخير الأقدار لاختيار الحاكم، وبالتالي يعني فالحاكم في نهاية المطاف هو يعني تجسيد لإرادة الدين ولإرادة الله والسماء. النظرية ربما الأخرى التي يمكن أن نقدمها في هذا المجال هو ما يعرف بنظرية العقد الاجتماعي. ونظرية العقد الاجتماعي يعني هي تلك النظرية التي أرجعت أصل الدولة إلى ذلك العقد الذي أبرم بين الأفراد فيما بينهم، أو ذلك العقد الذي أبرم بين الأفراد من جهة وشخص الحاكم من جهة ثانية، وهو الطرح الذي صار فيه بطبيعة الحال رواد العقد الاجتماعي لهما المفكرين الإنجليزيين توماس هوبس وجون لوك من جهة، والمفكر الفرنسي جون جاك روسو من جهة ثانية. وهكذا يعني نجد بأن التوجه الذي دافعت عنه هذه النظرية هو القول بالأصل التعاقدي للدولة، بمعنى أن الدولة ليست ظاهرة دينية أو ظاهرة سماوية، ولكن ظاهرة إنسانية بامتياز، لكون أن إرادة الفرد هي المسؤول الوحيد عن ظهور الدولة وعن قيام الدولة بطبيعة الحال. ولو كانت هناك اختلافات كثيرة ومتعددة بين هؤلاء المفكرين الثلاث بخصوص طبيعة هذا العقد المنشئ للدولة وأطراف هذا العقد المنشئ للدولة وطبيعة النظام السياسي الذي ينبثق عن هذا العقد الاجتماعي. النظرية الأخيرة التي يمكن أن نشير إليها في هذا الخصوص هي النظرية الماركسية. هذه النظرية التي يعني كانت ترى في الدولة كما قلنا من قبل مجرد حدث تاريخي عارض أتى نتيجة لانقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة واحتكار جزء منها لأدوات الإنتاج، أي نتيجة الصراع بين الطبقة البرجوازية والطبقة البروليتارية بطبيعة الحال. هذه الدولة لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون لها وجود دون توفر مجموعة من الشروط أو دون توفر مجموعة من العناصر. وبخصوص يعني العناصر المكونة للدولة نقسم بين العناصر السوسيولوجية من جهة أو المكونات السوسيولوجية من جهة، والعناصر أو المكونات القانونية من جهة ثانية. فيما يتعلق بالمكونات السوسيولوجية أو ما يعرف بنظرية العناصر أو ما يعرف بنظرية العناصر الثلاث التي نظر لها والتي دافع عنها مجموعة من المفكرين الألمان من قبل جيلينيك ولابون، ونجدها أيضا عند المفكر الفرنسي ريمون كاريدو مالبير الذي تأثر كثيرا بطبيعة الحال بكتابات الفقهاء الألمان بهذا الخصوص. هذه النظرية أو نظرية العناصر الثلاث التي تتمثل في عنصر الشعب أولا، والإقليم ثانيا، والهيئة الحاكمة أو السلطة السياسية ثالثا. و يعني في إطار هذه المادة ارتقينا التركيز بالدرجة الأولى على الهيئة الحاكمة أو السلطة السياسية لأن لها ارتباط مباشر بموضوع السياسة من جهة، ولكون أن يعني ربما عنصر الشعب وعنصر الإقليم سيتم التطرق إليهما في مادة المدخل لدراسة العلاقات الدولية. إذن قلنا سنركز على المكون الثالث اللي هو الهيئة الحاكمة أو السلطة السياسية. إذن هذه السلطة السياسية أو هذه الهيئة الحاكمة تتولى أمر تدبير الشأن العام وفرض النظام القانوني، ويقصد بالسلطة الحاكمة مجموع الجهاز الإداري والسياسي
الذي يضطلع بمهام الدولة والذي يحدد هياكله واختصاصاته القانون الدستوري للدولة. ويجب أن تتوفر في هذا الجهاز القدرة على فرض النظام العام، ويكون من اختصاصاته القيام بالوظائف الأساسية للدولة مثل سن التشريع والسهر على تنفيذه والسهر أيضا على القضاء وعلى الإدارة بطبيعة الحال. من منظور القانون الدولي نجد بأن هذا الأخير لا يشترط أي شكل محدد للسلطة الحاكمة، كما لا يهتم بالشكل الذي استولت به هذه الأخيرة على الحكم، هل بطريقة ديمقراطية أم غير ديمقراطية، هل بطريقة شرعية أم غير شرعية. وإن كان يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نلاحظ يعني تدخل المجتمع الدولي في شؤون أو في شؤون الداخلية لمجموعة من الدول، لا لشيء ربما سوى لكون أن السلطة الحاكمة أو الهيئة الحاكمة يعني استولت على السلطة السياسية عن طريق العنف وعن طريق الثورة على الشرعية القائمة. إذن كل ما يشترط في هذه الهيئة الحاكمة أو في هذه السلطة السياسية هو عنصر الفعلية، بمعنى أن تكون هي الممارس الفعلي لشؤون الحكم داخل يعني داخل الدولة وفي إطار الرقعة الجغرافية للدولة بطبيعة الحال. أما من منظور العلاقات الدولية فيجب أن تنال هذه الهيئة الحاكمة اعتراف الدول الأخرى، وهذا الاعتراف الذي قد يكون يعني بطريقة صريحة أو بطريقة ضمنية. وليتحقق الشرط الفعلي يجب أن تملك هذه الهيئة الحاكمة أو هذه السلطة السياسية مجموعة من الخصائص. يجب أولا وقبل كل شيء ضرورة تمتعها بالسيادة. ثانيا يجب أن تخضع لإرادتها مجموع السلطات العامة داخل الدولة، كما يجب يعني أن تمارس مجموع الاختصاصات والوظائف داخل الدولة دون أن تنازعها أي سلطة أخرى هذه الممارسة. المكون الثاني هو هنا ما يعرف بالعناصر القانونية للدولة، وبخصوص العناصر القانونية يعني جرى التمييز بين عنصرين أساسيين. العنصر الأول يتمثل في الشخصية القانونية المعنوية للدولة، والمكون الثاني أو العنصر الثاني يتمثل في السيادة. فيما يتعلق بالشخصية القانونية المعنوية يمكن أن نقول بأن هذه الشخصية القانونية المعنوية تم ابتداعها وتم التنظير لها من طرف رجال مجموعة من رجال القانون، وذلك بهدف تمكين الدولة على غرار الأفراد من أن تتمتع بمجموعة من الحقوق وبالمقابل أن تلتزم بمجموعة من الواجبات. هذه الشخصية المعنوية تترتب عنها مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في ثلاثة نتائج أساسية. النتيجة الأولى تتمثل في ضمان استمرارية حقوق وواجبات الدولة رغم ما قد يصيب عناصرها من تغيرات، يعني بتعبير آخر كل يعني التغيرات التي قد تصيب سكان الدولة سواء بالزيادة أو النقصان أو الإقليم، يعني سواء يعني كلما يعني ضمت الدولة إقليما جديدا أو فقدت جزءا من ترابها الوطني، أو التغيير الذي قد يحدث على مستوى السلطة السياسية والطريقة التي استولت عليها والطريقة التي استولت بها عفوا على السلطة، يعني كل هذه التحولات التي قد تطرأ على هذه المكونات السوسيولوجية الثلاث يعني ليس لها أي تأثير على يعني حقوق وواجبات الدولة. النتيجة الثانية تتمثل في كون أن هذه الشخصية القانونية المعنوية للدولة يعني تجعل من أعمال الحكام أعمالا لا تنسب لهم بشكل مباشر ولكن تنسب للدولة
وهذه الأخيرة هي التي تتحمل الآثار القانونية لهذه التصرفات، كيفما كانت طبيعة هذه التصرفات، وكيفما كانت طبيعة هذه السلطة السياسية وطريقة وصولها أو استيلائها على السلطة السياسية، بمعنى بطريقة ديمقراطية أو غير ديمقراطية. والنتيجة الثالثة تتمثل في المسؤولية الدولية، بحيث أن الدولة تكون مسؤولة عن الأضرار التي يتسبب فيها مواطنوها بالخارج، وبالمقابل تتمتع الدولة بإمكانيات ممارسة حق الحماية الدبلوماسية لفائدة مواطنيها، ولكن شريطة استيفاء يعني كل درجات التقاضي التي يتيحها النظام القانوني للدولة يعني التي يتواجد بها مواطني هاته الأخير. المكون أو العنصر القانوني الثاني يتمثل في السيادة، هاته السيادة بطبيعة الحال التي تحدث عنها كبار رجال السياسة ورجال الفكر، ويمكن أن نشير في هذا الإطار يعني لكتابات كل من نيكولا ماكيافيل وجون بودان وتوماس هوبس في هذا الخصوص. ولكن قبل الحديث عن السيادة ولفهم ربما مضمون هذه السيادة والهدف الذي وضعت منه، لا بد من الرجوع شيئا ما إلى الوراء، بمعنى لا بد من الرجوع إلى القرن 15 والقرن 16 على وجه التحديد بأوروبا، لأن هذه هي الفترة الزمنية التي يعني ستعرف ظهور مفهوم السيادة بالشكل الذي نعرفه اليوم. هذه الحقبة التاريخية التي يعني كانت لها ميزة خاصة تمثلت بالدرجة الأولى في غياب سلطة سياسية مركزية قادرة على يعني الاستئثار والانفراد بممارسة السلطة السياسية على مجموع التراب الوطني. بتعبير آخر يعني كانت الدول الأوروبية خلال هذه الحقبة التاريخية تتميز بتعدد القوى التي تدعي الحق وتدعي القدرة على ممارسة السلطة السياسية، وبالتالي يعني سنجد بأن تاريخ المجتمعات الأوروبية خلال هذه الحقبة التاريخية يعني كان يطغى عليه الصراع حول السلطة السياسية بين مجموعة من القوى، ولا سيما بين يعني الأسر الملكية الحاكمة آنذاك من جهة، طبقة النبلاء من جهة ثانية، ورجال الدين من جهة ثالثة، وبقايا الإطاعة من جهة رابعة. إذن كل هذه القوى كانت تتصارع من أجل يعني الظفر بحق ممارسة السلطة السياسية. إذن في خضم هذا الصراع الذي كانت تعرفه الدول الأوروبية حول ممارسة السلطة السياسية أو حول يعني الحق في ممارسة السلطة السياسية، سيتم التنظير لمفهوم السيادة ولا سيما من طرف المفكر الفرنسي جون بودان الذي نظر لمفهوم السيادة. وهناك من يقول بأن جون بودان ابتدع مفهوم السيادة لا لشيء سوى للدفاع عن المؤسسة الملكية وعن حقها في الانفراد بممارسة السلطة السياسية بفرنسا خلال هذه الحقبة التاريخية. إذن هذه هي الظروف التاريخية باختصار التي سيظهر فيها مفهوم السيادة. هذه السيادة التي تعني القدرة الفعلية على الانفراد باتخاذ القرار السياسي على المستويين الداخلي والخارجي بالدرجة الأولى. إذا القدرة الفعلية على الانفراد باتخاذ القرار السياسي على المستوى الداخلي، وذلك يعني من خلال انفراد السلطة السياسية بحق اللجوء المشروع للقوة، والانفراد باتخاذ القرار على المستوى الخارجي، وذلك من يعني من خلال يعني عدم إمكانية خضوع الدولة لأي قوى خارجية. إذن السيادة هي استقلالية الدولة. يمكن يعني بشكل جد مختصر يمكن أن نقول بأن السيادة هي يعني الاستقلالية الفعلية للدولة وللسلطة السياسية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. إذن
وبالرجوع أشرنا من قبل لإسهامات جون بودان في هذا الإطار، بالرجوع إلى ما كتبه جون بودان في هذا الخصوص نجد بأنه يربط بشكل مباشر ما بين السيادة وقدرة السلطة السياسية على وضع كل ما تريد من قوانين وتشريعات دون خضوعها، يعني السلطة السياسية، لهذه القوانين ولهذه التشريعات بطبيعة الحال. إذن في نهاية المطاف يعني يمكن أن نقول بأن السيادة تتمثل في قدرة السلطة السياسية على وضع القانون وعلى تعويض هذا القانون وعلى إلغاء هذا القانون وتعويضه بقوانين أخرى كلما رأت ضرورة لذلك دون خضوعها لأي قوى في الداخل أو في الخارج بطبيعة الحال. هذه السيادة لها مجموعة من الخصائص، فهي أولا سلطة عليا، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد داخل الدولة أي سلطة تعلو على سلطة الحاكم وعلى سلطة السلطة وعلى السلطة السياسية. إنها أيضا سلطة مطلقة، بمعنى أنها تمارس على كل الأفراد والمؤسسات التي تتواجد فوق إقليم الدولة. إنها يعني السيادة سلطة أصيلة، بمعنى أنها تنبثق عنها باقي السلطة وباقي المؤسسات الأخرى. إنها سلطة دائمة، بحيث أن في استمرارية وفي دوام السيادة، استمرارية ودوام للدولة في حد ذاتها. إنها سلطة غير قابلة للتجزئة، لأنه ما دام أن هذه السيادة هي رمز لوحدة الدولة فبالتالي لا يمكن تجزئتها دون يعني تجزئة الدولة في حد ذاتها، كما أنه في الأخير لا يمكن التنازل عن هذه السيادة لأي مؤسسة أو لأي شخص كيفما كانت طبيعته. هذه السيادة يعني التي ستنقسم فيما بعد، ولا سيما يعني عقب الكتابات التي ستظهر عقب الثورة الفرنسية لسنة 1886 إلى نوعين: سيادة الشعب أو سيادة شعبية من جهة، وسيادة وطنية أو سيادة قومية من جهة ثانية. أولا سيادة الشعب أو السيادة الشعبية. إذن سيادة الشعب هي تلك السيادة التي تعود للجماعة بوصفها مكونة من عدد من الأفراد لا على أساس أنها وحدة مستقلة عنه، فالسيادة تكون لكل فرد في الجماعة، وبالتالي فإن يعني الشعب، أفراد الشعب هم المالكين الحقيقيين لهذه السيادة. ومن أبرز يعني المفكرين الذين دافعوا عن سيادة الشعب نجد المفكر الفرنسي جون جاك روسو الذي تبنى نظرية سيادة الشعب ودافع عن الديمقراطية المباشرة كتطبيق لسيادة الشعب أو للسيادة الشعبية. الأخذ بمبدأ سيادة الشعب تنتج عنه مجموعة من النتائج يمكن اختزالها فيما يلي. في إطار يعني سيادة الشعب تصبح أو تكون السيادة قابلة للتجزئة على بين الأفراد المكونين للشعب. أيضا في إطار هذه السيادة الشعبية الانتخاب يكون حقا لا وظيفة، بمعنى أن كل الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط التنظيمية الثلاث يصبح من حقهم ممارسة حق الانتخاب، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي شروط أخرى. في إطار سيادة الشعب يكون نمط الاقتراع المعتمد هو الاقتراع العام، هذا الاقتراع العام الذي يسمح بمشاركة جميع المواطنين في يعني ممارسة الشأن العام وفي اختيار ممثليهم الذين سيقومون بممارسة السلطة السياسية نيابة عنهم كلما اقتضت الضرورة لذلك. لماذا؟ لأننا سنجد في نهاية المطاف يعني حتى روسو اقتنع في نهاية المطاف بتعذر
قيام الديمقراطية المباشرة، وبالتالي سيقبل ولو مكرها ولو عن مضض يعني بالنظام النيابي، ذلك النظام الذي يعني يقوم بالدرجة الأولى على وجود جهاز تشريعي بمعنى برلمان منتخب يقوم بممارسة السلطة السياسية عوض أفراد الشعب. نجد أيضا من أهم نتائجه ما يعرف بمفهوم الوكالة الإلزامية. هذه الوكالة الإلزامية التي تعني ضرورة خضوع النائب أو ممثل الناخبين لإرادة ناخبيه وبشكل مباشر، بحيث أنه لا يمكن أن يتخذ أي قرار، لا يمكنه أن يقرر في أي صغيرة وكبيرة دون الرجوع إلى ناخبيه قصد استشارتهم ولمعرفة رأيهم بهذا الخصوص. نجد أيضا من أهم النتائج الأخذ بنظام التمثيل النسبي كنمط للاقتراع. هذا النظام أو نظام التمثيل النسبي الذي يعني من أهم نتائجه يعني فسح المجال لتمثيلية أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية. وفي الأخير نجد بأن القانون هو مجرد تعبير عن إرادة الأغلبية، وبالتالي يعني يمكن لهذا القانون أن يكون موضوع مراقبة من طرف من يعنيه الأمر بشكل مباشر، الأمر يتعلق بطبيعة الحال بالناخبين أو بأفراد الشعب. النوع الثاني للسيادة كما قلنا هو ما يعرف بسيادة الأمة أو السيادة أو السيادة القومية. هذه السيادة القومية أو سيادة الأمة لا ترجع لأفراد الشعب، ولكن هي سيادة تعود للأمة، والأمة هنا يعني ينظر إليها باعتبارها كوحدة دائمة مجردة ومستقلة عن أفرادها، بحيث لا تقتصر على جيل معين ولا على فترة زمنية معينة، وإنما تمتد لتعبر عن هذا المجموع، لتعبر في نفس الوقت عن ماضيه وحاضره ومستقبله، لأن الأمة ككيان معنوي يحيل إلى الماضي ويستحضر الحاضر مثلما يستشرف المستقبل. سيادة الأمة هذه لها هي الأخرى مجموعة من النتائج، ومن أهم هذه النتائج نجد النظام النيابي بمعنى ضرورة وجود جهاز منتخب من طرف أفراد الشعب. هذا الجهاز المنتخب أو هذه المؤسسة التشريعية التي ستتولى ممارسة السلطة السياسية نيابة عن هذه الأمة التي هي يعني في جوهرها يعني وحدة مجردة ومستقلة عن إرادة الأفراد، وبالتالي يعني لا يمكن بطبيعة الحال تمثيل هذا الكيان. النتيجة الثانية تتمثل في كون أن الانتخاب في إطار الأخذ بسيادة الأمة يعتبر كوظيفة وليس كحق، بمعنى أن الانتخاب أو حق الانتخاب لا يمكن منحه لجميع الأفراد، ولكن يبقى يعني كحق يتمتع به فقط جزء من أفراد الشعب الذين تتوفر فيهم مجموعة من الخصوصيات أو مجموعة من الشروط. بتعبير آخر، الانتخاب هنا وحق الانتخاب يكون مكبلا بمجموعة من القيود بطبيعة الحال، بكون أن الأمر لا يتعلق باقتراع عام ولكن باقتراع مقيد. النتيجة الثالثة تتمثل في كون أنه في إطار يعني الأخذ بسيادة الأمة النائب لا يعتبر كممثل يعني لناخبيه أو للدائرة الانتخابية التي انتخب في إطارها، ولكن يعتبر كممثل للأمة بأجمعها، وذلك حتى لا يجد نفسه هذا يعني النائب يعني خاضعا لإرادة ناخبيه. النتيجة الرابعة والتي لها علاقة مباشرة بالنتيجة الثالثة تتمثل في يعني التنكر أو رفض مفهوم الوكالة الإلزامية. تذكروا قلنا تلك الوكالة الإلزامية اللي تلقوا في عند الأخذ بسيادة الشعب التي يعني تجعل من
يعني النائب أو ممثل الأمة قلنا خاضعا وتابعا لإرادتنا في به. هنا العكس هو الذي يحصل بطبيعة الحال، التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية. هذا التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية و يعني الذي مضمونه يتمثل قلنا في استقلالية النائب، استقلالية تامة عن إرادة ناخبه، وبالتالي يمكنه ممارسة يعني وظيفة التشريع بطريقة مستقلة دون الرجوع إلى ناخبه ودون استشارة ناخبه ودون طلب أو معرفة رأيهم بخصوص القوانين التي هما يعني هم بصدد مناقشتها والتصويت عليها. وكنتيجة أخيرة نجد بأن القانون يعتبر، عند الأخذ بمبدأ سيادة الأمة، القانون يعتبر كتعبير عن إرادة الأمة وليس عن إرادة الأغلبية فقط، لأن قلنا هذه الأمة لا يمكن بطبيعة الحال لا يمكن تمثيلها بالنظر إلى كونها قلنا وحدة مجردة دائمة ومستقلة عن إرادة أفرادها. وإذا قلنا بأن القانون هو كتعبير عن إرادة الأمة، فالهدف من ذلك هو عدم إخضاع أو عدم خضوع القانون الذي يعني تتبناه المؤسسة التشريعية، عدم خضوع القانون لأي شكل من أشكال الرقابة ما دام أن هذه المؤسسة التشريعية تمارس الوظيفة التشريعية في استقلالية تامة وكاملة عن أي تأثيرات خارجية كيفما كان مصدرها وكيفما كانت طبيعته. هذه أو هذا الكيان اللي هو الدولة له مجموعة من الوظائف. هذه الوظائف يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع. أولا ما يعرف بالوظائف الدستورية، وهذه الوظائف الدستورية تتمثل في يعني في الوظائف التقليدية الثلاث التي تطلع بها الدولة والتي تتمثل في الوظيفة التشريعية. هذه الوظيفة التشريعية التي يمكن اختزالها في وضع القوانين اللازمة لتنظيم الحياة والعيش المشترك داخل المجتمع أو داخل الدولة. سن التشريع أو ممارسة الوظيفة التشريعية يفرض بطبيعة الحال وجود هيئة دستورية يطلق عليها البرلمان. هذا البرلمان الذي قد يكون مشكلا من غرفة واحدة أو من غرفتين، ولو أن يعني التوجه يعني السائد اليوم في القانون المقارن هو وجود يعني مؤسسة تشريعية مكونة من غرفتين أو ما يعرف بالثنائية المجلسية، بمعنى برلمان مشكل من غرفتين، غرفة أولى منتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر، وغرفة ثانية مشكلة من أو منتخبة عن طريق الاقتراع العام غير المباشر. ولو أن يعني قلنا هذا كمبدأ عام بحيث أنه يمكن أن نجد هناك يعني غرفة يعني نموذج للغرفة الثانية لا يتم تشكيله عن طريق يعني الاقتراع العام ولو بشكل غير مباشر، ولكن هي يعني غرفة جل أعضائها يتم تعيينهم كمجلس اللوردات بانجلترا. كما يمكن يعني ان نجد يعني تجربة فريدة تتمثل في كون ان حتى الغرفة الثانية للبرلمان يعني يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هو الغرفة الثانية للكونغرس أو للبرلمان الأمريكي. مسطرة التشريع بطبيعة الحال هي مسطرة محددة على بمقتضى الوثيقة الدستورية، كما أن مجال التشريع بمعنى المجالات التي يهتم البرلمان أو يمكن للبرلمان التدخل فيها والتشريع بخصوصها يكون بطبيعة الحال محدد بمقتضى الوثيقة الدستورية. ولو أن هناك يعني اختلاف كبير وكبير جدا بخصوص مجال التشريع بحسب طبيعة النظام السياسي، بمعنى أن مجال التشريع في إطار النظام البرلماني يختلف كثيرا عن مجال التشريع في إطار النظام الرئاسي، كما أن يعني سلطات المؤسسة التشريعية وسلطات البرلمان في النظام الرئاسي تختلف بشكل كبير عن اختصاصاته وصلاحياته في النظام البرلماني. ولكن كل هذه الأمور يعني
هي ستكون موضوع مادة الأنظمة الدستورية المقارنة، اللي هي يعني مادة ديال السنة الثانية. إلا أن يعني الوظيفة التشريعية قد نجد في بعض الحالات بأن الحكومة هي الأخرى، ولا سيما في النظام البرلماني، يعني تشارك هي الأخرى في ممارسة هذه الوظيفة التشريعية من خلال مجموعة من الآليات ومجموعة من الميكانيزمات التي يعني تتضمنها الوثيقة الدستورية، والتي يعني تتيح للسلطة التنفيذية المساهمة في ممارسة الوظيفة التشريعية بطبيعة الحال. الوظيفة الدستورية الثانية تتمثل في الوظيفة التنفيذية. هذه الوظيفة التنفيذية التي تسهر عليها الحكومة بطبيعة الحال، ووظيفتها الأساسية تتمثل في السهر على تنفيذ القوانين، في ممارسة السلطة التنظيمية، في تدبير المرافق العمومية. هذه الوظيفة التنفيذية بطبيعة الحال التي قلنا تسهر عليها السلطة التنفيذية، وهذه السلطة التنفيذية قد تكون يعني قد تختلف باختلاف طبيعة النظام السياسي. وفي هذا الإطار يعني نشير إلى الاختلاف في طبيعة هذه السلطة التنفيذية داخل النظام البرلماني والنظام الرئاسي، بحيث أننا نكون في إطار ثنائية السلطة التنفيذية في إطار النظام البرلماني، بحيث أن يعني في قمة هذه السلطة التنفيذية نجد مؤسستين، مؤسسة رئيس الدولة من جهة، ولو أن يعني رئيس الدولة لا يتمتع بصلاحيات دستورية حقيقية، ومؤسسة الوزير الأول من جهة ثانية كمؤسسة يعني تحظى بوضعية خاصة من خلال يعني الصلاحيات الدستورية الكبيرة والكبيرة جدا التي يتمتع بها الوزير الأول. وبالمقابل يعني نجد ما يعرف وما يسمى بأحادية السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي. هذه السلطة التنفيذية التي تجد تجسيدها الوحيد في شخص رئيس الدولة، ما دام أنه ليس هناك وجود لمؤسسة الوزير الأول. الوظيفة الدستورية الثالثة تتمثل في الوظيفة القضائية، وهذه الوظيفة القضائية هي يعني وظيفة أو سلطة تفسير القانون وتطبيقه على النزاعات التي تعرض أمام القضاء. إذن الوظيفة القضائية تمارس من قبل أو من طرف مجموع محاكم الدولة بطبيعة الحال. وفي هذا الإطار يعني لا بد من توفر الجهاز القضائي على استقلالية حقيقية عن السلطة الأخرى، لأن هذه الاستقلالية هي شرط أساسي لقيام الديمقراطية، وهكذا يعني لا يمكن أن يكون هناك وجود لنظام ديمقراطي في ظل غياب وفي ظل عدم تمتع الجهاز القضائي والسلطة القضائية باستقلالية تامة عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. إلى جانب هذه الوظائف الدستورية، هناك ما يعرف بالوظائف الأصلية والأساسية. هذه الوظائف الأصلية أو الأساسية يمكن اختزالها في وظيفتين أساسيتين: وظيفة الأمن من جهة، ووظيفة الدفاع من جهة ثانية. إذا وظيفة الأمن بكون أن وعلى اعتبار أن الدولة مطالبة بتوفير الأمن داخليا لفائدة ساكنتها. وفي هذا الإطار يعني يمكن أن نشير إلى نظرية العقد الاجتماعي بهذا الخصوص، تلك النظرية يعني التي حاولت يعني الربط بين الانتقال من حالة الفطرة أو حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع السياسي المنظم من أجل تحقيق غاية أساسية تتمثل في ضرورة توفير أو تحقيق الأمن. إذن البحث عن الأمن ووظيفة تحقيق الأمن يعني مثلت يعني عنصرا أساسيا وعاملا مساعدا في الانتقال من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع السياسي المنظم. والوظيفة الثانية الأصلية أو الأساسية قلنا تتمثل في وظيفة الدفاع، والتي تتمثل في حراسة الحدود ورد العدوان الخارجي. وهنا يعني يمكن يعني أن نقدم يعني هذا الجدول الذي يبين يعني ما تنفقه الدول على التسلح لا لشيء سوى يعني للقيام بوظيفة الدفاع ووظيفة الأمن على أحسن
وجه ممكن. الشكل او النوع الثالث من الوظائف التي تطلع بها الدوله هو ما يعرف بالوظائف الفرعيه او الثانويه، ويقصد بهذه الوظائف الفرعيه او الثانويه كل ما تقوم به الدوله وما تقدمه من خدمات في يعني مختلف الميادين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وذلك من اجل زياده رفاهيه المجتمع وازدهاره. وهذه الوظائف الثانويه او الفرعيه بطبيعه الحال تختلف من دوله الى اخرى، وذلك بحسب يعني الامكانيات الاقتصاديه والماليه للدوله، بحيث انه يعني كلما كانت الدوله تتوفر على امكانيات اقتصاديه وماليه كلما يعني كانت لها القدره على التدخل وعلى ممارسه هذه الوظائف الفرعيه قلنا التي لها غايه اساسيه تتمثل في تحقيق رفاهيه المجتمع وازدهاره. هذه الدولة كموضوع من مواضيع السياسة التي قد تتخذ يعني أشكال متعددة بطبيعة الحال. وفي يعني هذا فيما يتعلق بأشكال الدولة سنحاول التمييز بين شكلين أساسيين. أولا ما يعرف بالدولة الموحدة أو البسيطة من جهة، وثانيا الدولة المركبة من جهة ثانية. الدولة الوحيدة أو المبسطة هي تلك الدولة التي تختص بتسييرها سلطة سياسية واحدة، هي أيضا تلك الدولة التي تسري قوانينها على كافة أفراد الشعب ومؤسسات الدولة. وهكذا يعني فالدولة الموحدة تكون دولة ذات دستور واحد وبرلمان واحد وحكومة واحدة وجهاز قضائي واحد، يعني يصهر أو هذه الأجهزة تختص بتدبير الشأن يعني الشأن العام كل من موقعه بطبيعة الحال. في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى قضيتين أساسيتين. المسألة الأولى تتعلق بالدولة الموحدة في إطار الجهوية الموسعة، ويمكن أن نقدم كنموذج على ذلك كل من إسبانيا وإيطاليا، بحيث تتوفر يعني ما يعرف الجهات يعني تتوفر على استقلالية كبيرة وكبيرة جدا. هذه الاستقلالية التي يعني تسمح لها بالتوفر على سلطتين تشريعية وتنفيذية تسهران على يعني ممارسة الشأن المحلي بطريقة مستقلة عن المركز. إلا أن رغم هذه الاستقلالية فهذه يعني الجهات لا تتوفر على دستور خاص، كما لا تتوفر على جهاز قضائي خاص يعني كرمز من رموز سيادة الدولة. وبالتالي فيعني هذه الجهات ورغم الاستقلالية ورغم الصلاحيات الكبيرة والواسعة التي تتمتع بها فهي يعني لا تؤثر في شيء في طبيعة الدولة البسيطة أو الدولة الموحدة. كما أن يعني من جهة ثانية اللامركزية التي تتبناها جل الدول الموحدة أو البسيطة اليوم، يعني تلك المركزية التي تتمثل في وجود مجالس مستقلة على المستوى المحلي والجهوي يعني مستقلة ماليا وإداريا، هذه المجالس المحلية يعني رغم استقلالها المالي والإداري لا تؤثر ولا تمس بوحدة الدولة وبالتالي بطبيعة الدولة الموحدة أو البسيطة. النوع الثاني من أنواع الدول هو ما يعرف بالدولة المركبة. هذه الدولة المركبة التي قد تنشأ بطريقتين، قد تنشأ يعني انضمام مجموعة من الدول وذلك من خلال يعني الاتفاق الذي قد يحصل بين هذه الدول قصد الانضمام في إطار يعني نظام فيدرالي أو دولة فيدرالية، كما قد تنشأ هذه الدولة الفيدرالية إثر تفكك دولة موحدة أو بسيطة. هذه الدولة المركبة وما يعرف بالدولة الفيدرالية تتميز بتعايش نظامين قانونيين أو دستوريين مختلفين.
النظام القانوني الأول يجد أساسه في الدستور الفيدرالي أو الدستور المركزي، والنظام القانوني المحلي يجد أساسه في الدساتير المحلية، بمعنى لأخذنا النموذج الأمريكي يجد أساسه في دساتير الولايات المكونة للدولة الفيدرالية أو الدولة المركزية. هناك يعني مجموعة من النتائج التي تنتج عن هذا الوضع، تتمثل يعني أهمها في فقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية ولسيادتها الخارجية، كما أن هذا التعايش يؤدي إلى نقصان سيادة الدول الأعضاء على المستوى الداخلي وظهور شخصية قانونية دولية واحدة، كما أن يعني المنازعات التي قد تظهر بين مكونات هذه الدولة المركبة يتم حلها ويتم الحسم فيها بطريقة دستورية، بمعنى من خلال اللجوء إلى المؤسسات التي يعني نص عليها الدستور الفيدرالي أو الدستور المركزي دون إمكانية اللجوء إلى القانون الدولي أو إلى المحاكم الدولية. هذه الدولة المركبة التي لها مجموعة من الخصائص، وأهم هذه الخصائص يعني نجد احتفاظ الدول الأعضاء بدساتيرها، ولكن مع ضرورة عدم تعارض هذه الدساتير المحلية مع الدستور الاتحادي أو الدستور الفيدرالي. نجد أيضا ثنائية السلطة التشريعية الاتحادية، بحيث أننا نجد بالضرورة بأن يعني الجهاز التشريعي يتكون من غرفتين، غرفة أولى تمثل الشعب وغرفة ثانية تمثل الولايات المكونة أو الدول أو الدويلات المكونة لهذه الدولة المركبة أو الدولة الفيدرالية. هذه الغرفة الثانية قلنا كما سبقت إشارة إلى ذلك التي يتم انتخابها من عن طريق الاقتراع العام المباشر. إذن الدولة بطبيعة الحال كنا موضوع خصب للبحث وللاشتغال في هذا الإطار، بحيث أنها تشكل قلنا موضوعا محوريا للبحث وللدراسة في مجال علم السياسة. ولكن الدولة ليست وحدها هي الموضوع الرئيسي لعلم السياسة، بحيث أنه يمكن أن نجد مجموعة من المواضيع أخرى، ومن أهم أو من بين هذه المواضيع كما قلنا سنتطرق للسلطة السياسية. ونحن نعلم بأن خاصية المجتمع السياسي المنظم تتمثل في وجود سلطة تملك وسائل الإكراه لبسط النظام ولفرض احترام القانون. هذه السلطة التي تتمركز في الحاكم تعود بطبيعة الحال إلى الشعب. بتعبير آخر أو بمعنى أن سلطة الحاكم هي ذلك التجسيد لسلطان الشعب وطموحاته. هذه السلطة بطبيعة الحال ليست حكراً على الدولة. كيف؟ لأن السلطة قد تنشأ بطبيعة الحال داخل مجموعة من التنظيمات من قبيل الأسرة أو القبيلة أو العشيرة، أو حتى داخل الأحزاب السياسية أو الجمعيات والنقابات إلى غير ذلك. ولكن طبيعة السلطة داخل هذه التنظيمات تختلف في طبيعتها عن سلطة الدولة، لأن ممارسة سلطة الدولة لا يحدها سوى مقتضيات القانون والدستور، بينما سلطة هذه الكيانات الأخرى هي يعني سلطة محدودة بطبيعتها، لأن الخضوع لها يبقى خضوع اختياري، وهكذا يعني باستطاعة الأفراد الخروج على هذه السلطة كلما رأوا حاجة في ذلك بطبيعة الحال. إذن قدمت مجموعة من التعاريف لمفهوم السلطة السياسية، ويمكن ربما يعني أن نقدم في هذا الخصوص التعريف التقليدي الذي يعود لماكس ويبر بهذا الخصوص، بحيث يرى أن السلطة السياسية تكمن بالدرجة الأولى في قدرة فرد ألف مثلا على الحصول من فرد آخر نسميه باء على سلوك أو امتناع لم يكن للفرد باء أن يتبناه عفويا
ويكون متفقا مع إرادة الفرد ألف. إذن فلكي تكون هناك سلطة لا يكفي أن يكون لي ذا رد فعل، وإنما يجب أن يفعل ذلك وفقا لرغبات الفرد ألف. إذن يتبين من خلال هذا التعريف ومن خلال التعريفات الأخرى التي قدمت لمفهوم السلطة السياسية بأن يعني هذه التعريفات ركزت وتقوم أو قامت في جوهرها على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في عنصري القوة من جهة والغاية من جهة ثانية، إلا أنه من الناحية النظرية والعملية نجد بأن السلطة السياسية لا تقوم فقط على مبدأ القوة، بل تقوم أيضا في أساسها على مبدأ الرضا. فمبدأ الرضا أو ما يعرف بالشرعية هو الذي يضفي على السلطة السياسية فاعليتها، وذلك لممارسة يعني مختلف الوظائف التي تحدثنا عنها من قبل. وهكذا لا بد من وجود ومن تحقق عنصر الرضا أو ما يعرف بموافقة المواطنين، لأن المواطن أو الشعب يبقى هو مصدر شرعية هذه السلطة السياسية بطبيعة الحال. ولذلك نجد بأن الأنظمة السياسية اليوم تعترف للشعب بحق المشاركة في ممارسة السلطة السياسية ومنحه الثقة أو الشرعية لهذه السلطة. السلطة السياسية وهذه السلطة السياسية قد تمارس بطريقة تعسفية بطبيعة الحال في الكثير من الحالات وفي الكثير من الأحيان، وللتصدي لمثل هذه الانزلاقات أو الانحرافات ابتدع فقهاء القانون وعلم السياسة مجموعة من الآليات من أجل توزيع السلطة. ومن قبيل هذه الآليات نجد مثلا تبني مبدأ فصل السلطة، كنا كمبدأ يهدف إلى توزيع السلطة وإلى عدم تركيز السلطة، وقلنا والذي تتمثل الغاية من تبنيه في ضمان احترام حقوق وحريات الأفراد. نجد أيضا تبني أو ضرورة تبني تشريعات ومواثيق كفيلة بضمان حقوق الأفراد. يمكن أن نشير أيضا إلى تبني آلية الضمان القانونية لتحقيق سمو الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى إخضاع تصرفات السلطة لرقابة القضاء. ويمكن أن نشير في هذا الإطار يعني إلى القضاء الدستوري كجهاز مختص بمراقبة أعمال السلطة التشريعية كلما انحرفت يعني القوانين التي تضعها هذه السلطة عن مقتضيات الوثيقة الدستورية من جهة، وإلى القضاء الإداري الذي يعني يتمثل دوره الأساسي في مراقبة أعمال السلطة التنظيمية بطبيعة الحال. هذه السلطة السياسية تتميز عن باقي التنظيمات الأخرى بمجموعة من الخصائص يمكن أن نجملها فيما يلي. أولاً إنها سلطة مطلقة، بمعنى أنها يعني سلطة تمارس على كل من يتواجد فوق تراب الدولة. إنها أيضاً سلطة أصيلة، بمعنى أنه تنبع منها كل الهيئات الأخرى، كونها تتمتع في نهاية المطاف وتنفرد في نهاية المطاف بحق ممارسة الإكراه المشروع. إنها أيضاً سلطة دائمة ومستمرة، لأن كما قلنا سابقاً في استمراريتها دوام للدولة واستمرارية للدولة. إنها سلطة تنفرد بوضع التوجهات السياسية العامة وفلسفة الحكم داخل الدولة عن طريق وضع القواعد القانونية اللازمة لتحقيق المصلحة العامة. وفي نهاية المطاف إنها سلطة ذات سيادة وذات شرعية بطبيعة الحال، لأنه دون هذه السيادة لا وجود لسلطة سياسية ولا وجود للدولة، على اعتبار أن السيادة قلنا من المكونات الأساسية لقيام الدولة بطبيعة الحال. هذه السلطة السياسية في نهاية المطاف يجب أن تكون
بطبيعة الحال سلطة ذات شرعية. بمعنى هنا نتساءل عن، ويمكن أن نطرح التساؤل التالي: من أين تستند السلطة السياسية الحق في ممارسة السلطة داخل المجتمع وباسم من؟ وفي هذا الإطار يعني يمكن أن نشير إلى ثلاثة نماذج أساسية لشرعية السلطة السياسية. هذه النماذج تختلف بطبيعة الحال من دولة لأخرى، وذلك بحسب العقلية السياسية والوعي المجتمعي ومدى سريان الثقافة السياسية يعني بين أفراد الشعب. هذا النموذج الأول هو ما يعرف بالشرعية الكلاسيكية أو التقليدية. هذه الشرعية تستند بالدرجة الأولى للتقاليد والعادات والماضي. تنفرد في إطار هذه الشرعية السلطة، يعني بهذه الشرعية التقليدية أو الكلاسيكية، كلما تم الوصول إلى ممارسة السلطة السياسية وإلى ممارسة شؤون الحكم بالاستناد إلى أحكام وقواعد منسجمة مع ما يتبناه المجتمع في مخيلته من تقاليد وأعراف المتصلة بماضيه وما زخر به ذلك الماضي من رموز سياسية وممارسات. والسلطة في إطار هذه الشرعية يعني تظل محتفظة بشرعيتها طالما بقيت أسسها متوافقة مع مجموع القيم والممارسات الماضية، وتكون شرعية السلطة السياسية مرتكزة بالدرجة الأولى على الاعتقاد بقدسية الأعراف والتقاليد، وبمقتضاها ينظر المحكوم لنظام القائم بوصفه نظاما مقدسا وخليلا. النموذج الثاني للشرعية هو ما يعرف بالشرعية الكاريزماتية. وهذه الشرعية الكاريزماتية تعني تلك الشرعية التي تجد أساسها في تلك الهيمنة الاستثنائية التي يمارسها بعض الأفراد داخل الجماعة. هذه الهيمنة تسمح بطبيعة الحال بقيادة الأفراد ودفعهم للقيام بأعمال لم يكن أي شيء في السابق قادرا على دفعهم لإنجازها. وبمقتضى هذه الشرعية يعتبر الحاكم أو القائد يعني أكثر قدرة من المجتمع على معرفة معايير السعادة الفردية والجماعية. وفي إطار هذه الشرعية نجد بأن الفرد يحب القائد أو الزعيم من دون أن يكون قد رآه مطلقا، بل هو دائما وأبدا على استعداد بأن يضحي بحياته في سبيل هذا الزعيم. ويمكن يعني أن نشير إلى أو يمكن أن نجد نموذجا معاصرا لهذه الشرعية الكاريزماتية يعني في شخص الجنرال دوغول بفرنسا عقب الخروج من الحرب العالمية الثانية، بحيث تم يعني الاستنجاد بدوغول وبشخصية دوغول في محاولة لإخراج النظام السياسي الفرنسي من واقع الأزمة التي كان يتخبط فيها خلال هذه الحقبة التاريخية. الشرعية الثالثة أو النوع الثاني من أنواع الشرعية هو ما يعرف بالشرعية القانونية أو الشرعية العقلانية. وهذه مضمون هذه الشرعية العقلانية القانونية يتمثل في كون أن السلطة السياسية في إطار هذه الشرعية تتوفر يعني على شرعية منسجمة والمنطق العقلاني الذي يستمد أساسه بالدرجة الأولى من القوانين المنظمة للعبة السياسية في الدولة كالقانون الدستوري والقانون الانتخابي على سبيل المثال. وبمقتضى هذه الشرعية تنفصل السلطة عن شخص الحاكم لتصبح مؤسسة دستورية. ممارسة السلطة هنا تكون بطبيعة الحال وفق ما ينص عليه الدستور أو الوثيقة الدستورية، والحاكم يمارس السلطة باسم الشعب المالك الحقيقي لهذه السلطة. وبالتالي يمكن أن نقول بأن السلطة السياسية في إطار ما يعرف بالشرعية القانونية أو العقلانية هي نتيجة تفويض تنص عليه القواعد الدستورية وتنظمه. هذه السلطة السياسية التي تعبر عن قوة النظام وتعمل على تحقيقه، والحاكم في إطار هذه الشرعية يمارس السلطة السياسية ولكن
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لإرادة الفرد أو لإرادة الشعب، لأن هذا الأخير هو الذي يمثل يعني مصدر شرعية هذه السلطة السياسية بطبيعة الحال. شنو الأوبراسيون هذه؟ إذن الموضوع الثالث والأخير من مواضيع علم السياسة والذي كنا سنتطرق له، الأمر يتعلق بالمشاركة السياسية. هذه المشاركة السياسية التي تسمح للفرد بحق المساهمة في الحياة السياسية والتأثير في عملية صنع القرارات من خلال المؤسسات السياسية التي تمثله، التي تمثل الفرد. وتعد الانتخابات بمثابة آلية تقنية لتجسيد ولتفعيل المشاركة السياسية. هذه المشاركة السياسية التي تعد مرادفة للديمقراطية، بحيث أنه لا مشاركة سياسية للفرد بدون نظام ديمقراطي، كما أنه لا ديمقراطية بدون مشاركة سياسية. إذن سنحاول في محطة الأولى تعريف أولاً هذه المشاركة السياسية وتقديم بعض أساليب هذه المشاركة. المشاركة في نهاية المطاف هي بطبيعة الحال مناسبة لتوضيح طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة. هذه العلاقة التي يعني في شكلها الحالي تعتبر وليدة الفكر الليبرالي الذي عرفته أوروبا خلال القرنين 17 و18. هذا الفكر الذي سيتولد عنه النظام الديمقراطي بطبيعة الحال. ويمكن تعريف المشاركة السياسية، وهنا يمكن أن نشير إلى التعريف الذي قدمه سامويل هانتنغتون، بأنها هي ذلك النشاط الذي يقوم به مواطنون معينون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي. فالمشاركة السياسية كمرادف للديمقراطية تتيح للفرد أو تتيح للمواطن أو للناخب بتعبير أدق حق المساهمة في صنع السياسات العامة للدولة من جهة، وحق اتخاذ القرارات من جهة ثانية، بالإضافة إلى حق مراقبة القرارات السياسية والسياسات العمومية التي تضعها الهيئة الحاكمة أو السلطة السياسية. وفي هذا الإطار يعني يمكن أن نشير إلى ثلاثة عناصر أساسية ساهمت في زيادة المطالبة بالمشاركة السياسية من قبل الأفراد، والتي كما قلنا يعني تجد أساسها في الفكر الليبرالي الذي عرفه القرنين 17 و18 بالدرجة الأولى في أوروبا. هذه العناصر يمكن إجمالها فيما يلي. أولاً الدور، يعني الدور الذي لعبه التحديث في إدخال تغييرات على عملية المشاركة السياسية، وذلك إثر يعني التمدن والتعبئة الاجتماعية التي رافقت هذه الظاهرة. العنصر الثاني يجد أساسه في العلاقة بين المشاركة السياسية من جهة والتركيبة الاجتماعية من جهة أخرى، بحيث أن تنامي ظاهرة الطبقات الاجتماعية المتنافسة ذات المصالح المتعارضة والمتباينة يؤدي وأدى إلى المزيد من الانخراط في النشاط السياسي لمختلف الشرائح ولمختلف الطبقات الاجتماعية. والعنصر الثالث يجد أساسه في ذلك الدور الكبير الذي لعبته الحركات القومية والأفكار الإيديولوجية والنخبة المثقفة في تكريس المشاركة السياسية. هذه المشاركة السياسية
التي يعني لها مجموعة من الأساليب، بحيث أن المشاركة السياسية التي ينظمها النظام السياسي عبر مختلف مؤسساته قد تتخذ أساليب كثيرة ومتعددة، من قبيل مثلا انضمام الأفراد أو المواطنين إلى الأحزاب السياسية وإلى النقابات المهنية وإلى جمعيات المجتمع المدني، أو الترشح للانتخابات وللاستحقاقات الانتخابية المختلفة والمتعددة، سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي أو المستوى المحلي، وذلك قصد المساهمة في تدبير هذا الشأن السياسي سواء كان وطنيا أو جهويا أو محليا. يمكن أن نشير أيضا إلى دور المشاركة في المداولات والنقاشات السياسية من قبل الأفراد، ونشير في الأخير إلى ممارسة حق التصويت الذي يبقى ربما يعني كآلية رئيسية تسمح للأفراد بالمساهمة في ممارسة هذه السلطة السياسية. إذن الانتخاب يعد الطريقة المثلى التي يتم بموجبها إشراك الفرد أو إشراك الناخب في عملية صنع القرار السياسي وممارسة السلطة السياسية. والانتخاب يعني يمكن تعريفه بكونه تلك العملية السياسية والتقنية التي تخول للأفراد أو للناخبين حق اختيار من سينوب عنهم في ممارسة السلطة السياسية، سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات. ونجاح العملية الانتخابية كحدث ديمقراطي لا يقتصر على إصدار القانون الانتخابي، بل يتجاوزه إلى إقرار عدد من المقتضيات الدستورية والسياسية، بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي وتحديد نمط الاقتراع المعتمد، مرورا بالظروف الذاتية والموضوعية لإنجاح هذه العملية الانتخابية، وانتهاءا بالطعون الانتخابية في حالة عدم احترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. الحديث عن الانتخاب يعني يجرنا للحديث عن أنماط الاقتراع، ولا سيما أنماط الاقتراع ذات الصلة بعلم السياسة. وبخصوص أنماط الاقتراع يعني نميز مبدئيا بين نظامين أساسيين لهم تبعات ولهم نتائج سياسية مختلفة ومتباينة. النظام الأول يتعلق بنظام الاقتراع بالأغلبية، بينما النظام الثاني يتمثل في نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي. إذن أولا قلنا نمط الاقتراع بالأغلبية، هذا النمط للاقتراع هو الآخر بدوره ينقسم إلى نظام الاقتراع بالأغلبية المطلقة أو ما يعرف بنظام الجولتين، ويشترط في هذا النمط لفوز المرشح أو اللائحة الانتخابية الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي شاركت في الانتخاب، أو بتعبير آخر ضرورة الحصول على 50% زائد واحد من الأصوات الصحيحة أو الأصوات المعبر عنها يوم الاقتراع. وفي حالة عدم حصول أي مرشح أو أي لائحة على هذه الأغلبية المطلقة، يتم تنظيم جولة ثانية ينحصر فيها التباري مبدئيا على يعني المرشحين أو اللائحتين اللتان يعني حصلا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة أو المعبر عنها. النظام الثاني دائما في إطار نظام الاقتراع بالأغلبية هو ما يعرف بنظام الأغلبية النسبية أو نظام الجولتين،
الأغلبية النسبية أو نظام الجولة الواحدة عفوا. ونظام الأغلبية النسبية أو نظام الجولة الواحدة هو نمط يؤدي إلى فوز المرشح أو اللائحة التي حصلت على أكثرية الأصوات المعبر عنها بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين أو اللوائح مجتمعة. إذن بغض النظر عن نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أو اللائحة، يبقى يعني المرشح أو اللائحة الفائزة هي تلك اللائحة أو ذلك الشخص الذي حصل على أكثرية الأصوات، ولو أن يعني هذه النسبة لا تمثل الأغلبية المطلقة، بمعنى 50% من الأصوات زائد واحد. هذا النمط للاقتراع بمعنى نظام الاقتراع للأغلبية له مجموعة من المزايا كما له مجموعة من العيوب. وهكذا نجد بأن نمط الاقتراع الأغلبي يمتاز أولا بالبساطة والوضوح، كما أنه نمط اقتراع يمكن من تكوين ومن فرض أغلبية برلمانية متماسكة وقوية. وهكذا نجد بأن الحكومة التي تفرزها هذه الانتخابات تكون دائما حكومة قوية ومتماسكة تضفي على النظام الحكم الاستقرار والاستمرار. إلا أن لهذا النمط بالمقابل مجموعة من العيوب، أهمها استبدال البرلمان أو المؤسسة التشريعية، وذلك يعني من خلال حرص الأغلبية البرلمانية على ممارسة السلطة السياسية بالشكل الذي تراه مناسبا دون الاكتراث بالأقلية أو المعارضة. نجد أيضا إضعاف هذه المعارضة أو إضعاف الأقلية وظلم الأقليات، لأن هذا النمط للاقتراع لا يسمح بطبيعة الحال بتمثيلية وبوصول جل الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان، لأنها وحدها الأحزاب السياسية التي تتوفر على قاعدة يعني انتخابية، ووحدها الأحزاب السياسية التي تنجح في إقناع الناخبين بأهمية وبضرورة التصويت لصالحها، يعني تكون لها القدرة على الوصول إلى قبة البرلمان، الشيء الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى فساد النظام البرلماني، وذلك من خلال يعني الانحرافات التي قد تشهدها ممارسة السلطة التشريعية على وجه التحديد. النمط الثاني للاقتراع هو ما يعترف بنظام الاقتراع بالتمثيل النسبي، ويطبق هذا النمط للاقتراع في الأنظمة التي تنهج أسلوب اللوائح الانتخابية فقط، ويعمد نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي على توزيع عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على اللوائح المتنافسة تبعاً لنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة انتخابية، وذلك على أساس المعدل الانتخابي. هذا المعدل الانتخابي أو الحاصل الانتخابي يتم الحصول عليه أو من خلال قسمة عدد الأصوات المعبر عنها أو الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية والمتنافس عليها. هذا النمط للاقتراع اللي هو الاقتراع بالتمثيل النسبي هو الآخر له مجموعة من المزايا كما له مجموعة من العيوب. وبالتالي نجد بأن من أهم مزايا هذا النمط للاقتراع سماحه بتمثيلية جل الأحزاب السياسية، كما أنه يعتبر نمط الاقتراع يشجع الناخبين على ممارسة حقوقهم الانتخابية، لأن يعني كما قلنا جل الأحزاب السياسية تكون لها القدرة على الحصول على مقاعد
برلمانية، كما أنه يؤدي إلى المحافظة على الأحزاب السياسية بل وتكاثرها، وذلك يعني راجع للاعتقاد السائد لدى الأحزاب السياسية في القدرة على الحصول على نسبة معينة من الأصوات تسمح لها بالحصول على عدد من المقاعد، وبالتالي يعني إمكانية تمثيلها أو تمثيليتها داخل قبة البرلمان. كما أنه يعني في نهاية المطاف نمط اقتراع يحول دون استبداد البرلمان نظرا للتمثيلية الواسعة لجل الأحزاب السياسية داخل قبة البرلمان، ونظرا لوجود معارضة متنوعة بطبيعة الحال. هذه المعارضة المتنوعة التي تتمثل قلنا أو التي يسمح بها كما قلنا يعني إمكانية وصول مجموعة من الأحزاب السياسية لقبة البرلمان، إلا أن لهذا الأخير مجموعة من العيوب يمكن إجمالها فيما يلي. أولا، يعتبر نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي نظام معقد يعني إلى حد ما على مستوى إجراءات العملية الانتخابية وفرض الأصوات وإعلان النتائج، كما أن هذا النمط للاقتراع لا يسمح بخلق وفرض أغلبية برلمانية متجانسة، وبالتالي صعوبة وجود أو تشكيل حكومة قوية. لماذا؟ نظرا يعني لعدم إمكانية فوز حزب سياسي بأغلبية المقاعد النيابية، وبالتالي تشكيله للحكومة بمفرده. بتعبير آخر، يعني الأمر يتعلق في عدم إمكانية أي حزب سياسي في الحصول على هذه الأغلبية المطلقة، وبالتالي يعني نكون أمام ضرورة دخول الأحزاب السياسية في مجموعة من الائتلافات من أجل يعني تشكيل هذه الأغلبية البرلمانية واتباعا تشكيل الجهاز التنفيذي. وبالتالي يعني يمكن أن نقول على أنه إذا كان هذا النمط للاقتراع يحرص على عدم إقصاء الأحزاب السياسية على اعتبار أنه كنا يسمح بتمثيلية الكثير من الأحزاب السياسية داخل البرلمان، إلا أنه بالمقابل وفي نفس الوقت يمنع هذه الأحزاب من أن تكون وازنة ومؤثرة داخل النظام السياسي. هذه المشاركة السياسية لها ارتباط مباشر بطبيعة الحال بمفهوم الديمقراطية وبالنظام الديمقراطي. وبهذا الخصوص يعني يمكن أن نشير إلى الدور الكبير الذي لعبته الثورتين الإنجليزية لسنة 1688 من جهة، والثورة الفرنسية لسنة 1789 من جهة ثانية في تحقيق مبادئ وقيم الديمقراطية. وبالتالي يعني هناك يعني علاقة مباشرة بين المشاركة السياسية والديمقراطية، بحيث أنه لا يمكن أن توجد هناك مشاركة سياسية إلا في إطار نظام ديمقراطي، كما أنه وبالمقابل لا وجود لنظام ديمقراطي إلا في ظل السماح وتنظيم المشاركة السياسية للأفراد في عملية صنع القرار السياسي في نهاية المطاف. إذن إذا أردنا تعريف الديمقراطية يعني يمكن أن نشير إلى ذلك التعريف الذي قدمه أبراهام لينكولن، والذي يعني عرف الديمقراطية بأنها حكم الشعب بالشعب لأجل الشعب. وهكذا يعني نجد بأن الديمقراطية تجعل من الشعب مصدر السلطة وهدفها. هذه الديمقراطية لها أبعاد كثيرة ومتعددة يمكن إجمالها في ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو البعد السياسي. هذا البعد السياسي الذي يقوم على العامل الرقمي، أي ضرورة امتثال الأقلية للأغلبية، إلا أنه قد تتحول الانتخابات من آلية لإضفاء الشرعية على تداول السلطة إلى أداة لفرض وإقعاد استبداد الأغلبية وفرض سلطتها على المجتمع. وفي هذا الإطار يعني يمكن أن نشير
مقولة أحد رجال السياسة الفرنسيين اللي هو يعني البرلماني لينال عن الحزب الاشتراكي الحاكم آنذاك يعني في ثمانينيات القرن الماضي، والذي توجه لزملائه في المعارضة بالقول أنتم سياسيا على خطأ، لأنكم أنتم عفوا قانونيا على خطأ لأنكم سياسيا أقلية، أو بالفرنسية vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. إلا أن الديمقراطية بطبيعة الحال وفي نهاية المطاف لا تجد أساسها في مصدرها فقط، أي التعبير عن إرادة الأغلبية أو في الانتخاب، بل تجد أساسها أيضا في مضمونها، أي يجب على هذه الديمقراطية أن تنسجم في نهاية المطاف والقواعد القانونية والقيم الأخلاقية المميزة لحضارة معينة. ولا يمكن يعني أن نتحدث عن هذا البعد السياسي البعد السياسي للديمقراطية الذي يجد أساسه في العامل الرقمي، والذي يتمثل يعني في قدرة الأغلبية البرلمانية على ممارسة السلطة السياسية بالشكل الذي تريد وبالشكل الذي تراه مناسبا، دون الإشارة إلى دور القضاء الدستوري بهذا الخصوص، بحيث أنه تحت تأثير اجتهادات القضاء الدستوري بطبيعة الحال ستصبح الأغلبية عند ممارستها للسلطة السياسية مؤطرة بمجموعة من القواعد ومجموعة من المقتضيات الدستورية التي يعني أشار إليها القاضي الدستوري وأكد على ضرورة احترامها من طرف الأغلبية عند ممارستها للسلطة السياسية. وهكذا يعني إذا كان القانون بطبيعة الحال يعتبر كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، فهذا القانون كما جاء على لسان القضاء الدستوري، فهذا القانون لا يمكن أن يعد ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن إرادة الأمة إلا عند احترامه وعند يعني توافقه مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، لأن القانون هناك قاعدة قانونية أسمى منه. هذه القاعدة القانونية تتمثل في الوثيقة الدستورية كميثاق جماعي سابق في وجوده لوجود هذه الأغلبية البرلمانية، وبالتالي فهذه الأخيرة عند ممارستها للسلطة السياسية، بمعنى أنه عند تبني هذه الأغلبية البرلمانية للقوانين وللتشريعات يجب أن تعمل على احترام المقتضيات الدستورية، وإلا يعني كان بإمكان القاضي الدستوري إلغاء هذه القوانين لعدم موافقتها ولعدم احترامها لمقتضيات الوثيقة الدستورية. البعد الثاني هو البعد الاجتماعي، ويتمثل هذا البعد الاجتماعي في مجموعة القيم الأخلاقية التي ترتبط بالأساس بالكرامة الإنسانية وضرورة حمايتها من تعسف السلطة السياسية. فالأغلبية لا يمكنها بطبيعة الحال أن تشرع كما تشاء، بل تبقى مطالبة بضرورة خدمة الفرد وبضرورة تحقيق المصلحة العامة بالدرجة الأولى. ولذلك يعني نتحدث اليوم عن الديمقراطية الاجتماعية، تلك الديمقراطية التي تسعى في نهاية المطاف إلى حماية كرامة وحقوق الفرد، خاصة وأن هذه القيم تعتبر سابقة في ظهورها على مفهوم الدولة والسلطة السياسية. وبالتالي يعني لا يمكن اليوم اختزال الديمقراطية في بعدها السياسي أو في بعدها الرقمي، بل يجب على السياسة أن تهتم بالجانب الاجتماعي وأن تهتم بصيانة وبحماية وبالدفاع عن كرامة الفرد بطبيعة الحال. البعد الثالث والأخير هو البعد الحضاري، بحيث أنه إذا كانت بطبيعة الحال الديمقراطية تتميز بوحدة وشمولية القيم والمبادئ التي تقوم عليها، فإن هناك اختلافات في
المقاربات، الشيء الذي ينتج عنه لا محال اختلاف على مستوى التطبيق والتنزيل من نظام لآخر ومن حضارة لأخرى. ولذلك نقول بأن الديمقراطية في نهاية المطاف هي ثقافة خاصة بكل بلد. الديمقراطية لا تفرض كما يعتقد البعض، وإنما تبنى على اختلاف أشكالها وأنواعها في احترام تام لمجموعة المبادئ ولمجموعة القيم التي تميز يعني المجتمعات البشرية. هذه الديمقراطية التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع، وهذا التنوع بطبيعة الحال يجد أساسه في كيفية ممارسة الشعب للسلطة السياسية، وهذا التنوع يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة مبدأ السيادة الذي يتبناه النظام السياسي. بتعبير آخر، تصنيفات الديمقراطية تجد أساسها في التطبيقات المختلفة وفي التطبيقات المتعددة لمفهوم السيادة بطبيعة الحال، وبالاعتماد على مفهوم السيادة وعلى تطبيقات مفهوم السيادة يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع للديمقراطية. الأمر يتعلق بالديمقراطية المباشرة أولاً، وبالديمقراطية النيابية ثانياً، وبالديمقراطية شبه المباشرة ثالثاً. فيما يتعلق بالديمقراطية المباشرة يمكن اختزالها في ذلك النظام للحكم الذي يتميز بممارسة الأفراد للسلطة السياسية وللشأن السياسي بطريقة مباشرة دون الحاجة لوجود أجهزة أو مؤسسات تلعب دور الوسيط أو دور الوساطة بين الأفراد والسلطة السياسية، بمعنى أن الأفراد هم من يمارس السلطة السياسية بشكل مباشر. وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الديمقراطية المباشرة هي أفضل وسيلة للتعبير عن سيادة الشعب، وسبق وأن تحدثنا عن هذا الأمر يعني من خلال ما كتبه روسو في هذا الإطار، بحيث أن هذا الأخير لعب دورا كبيرا في الدفاع عن سيادة الشعب واتباعا عن الديمقراطية المباشرة كنظام حكم ينبثق عن الأخذ بسيادة الشعب وبتبني سيادة الشعب. إذن هذه السيادة كما قلنا التي تعد ملكية للشعب لا يمكن تمثيلها لأنها لا تنقل، لأنها في نهاية المطاف ملك للإرادة العامة التي يعني بحسب تعبير روسو هي مجموع الإرادات الفردية أو مجموع الإرادات الخاصة. إلا أن يعني في الوقت المعاصر يعني هناك استحالة عملية لقيام هذه الديمقراطية المباشرة ولممارسة هذا النوع من الحكم. وهذه الاستحالة العملية يمكن إجمالها فيما يلي: أولاً زيادة عدد أفراد الشعب، لأننا لسنا اليوم نحن في إطار يعني دولة حديثة أو دولة معاصرة عدد ساكنتها يعني تحصى بالملايين بعشرات الملايين، وبالتالي يعني يتعذر إشراك كل هذه الحشود في ممارسة السلطة السياسية. المسألة الثانية التي يتعذر معها قيام هذه الديمقراطية المباشرة تتمثل في شساعة الرقعة الجغرافية، لأننا اليوم لم نعد في إطار الدولة المدينة التي يعني كانت تعرف ممارسة هذا النوع من الديمقراطية اللي هو الديمقراطية المباشرة، ونظرا يعني لكم يعني في إطار هذه الدولة المدينة يعني حتى مفهوم المواطنة لم يكن يعني يعرف المفهوم والمعنى الذي اتخذه اليوم، بحيث أن مفهوم المواطنة كان منحصرا في
فئة جد محدودة من الأفراد ومن المواطنين، وبالتالي يعني كانت هناك إمكانية لممارسة هذه الأفراد للسلطة السياسية بشكل مباشر. كما أن تعدد وتنوع وظائف الدولة الحديثة أو المعاصرة هو الآخر، يعني يعتبر عاملا لا يستقيم معه الاعتراف للأفراد بممارسة السلطة السياسية بشكل مباشر. إلى ذلك يمكن إضافة يعني ضرورة توفر الحكام والأشخاص الممارسين للسلطة السياسية بشكل عام على خبرات دقيقة ومعمقة يصعب توفرها لدى العام. إذن كل هذه الاعتبارات تضعنا أمام استحالة عملية، أمام استحالة منطقية في قيام هذه الديمقراطية المباشرة. إذن نظرا لكل هذه الاعتبارات سيتم التنظير وسيتم الدفاع عن شكل آخر من أشكال الديمقراطية. الأمر يتعلق بالديمقراطية النيابية أو الديمقراطية التمثيلية. هذه الديمقراطية النيابية أو الديمقراطية التمثيلية تتمثل في إسناد أو منح ممارسة شؤون السلطة إلى نواب يمثلون الشعب وينوبون عنه دون إشراك الشعب المالك الحقيقي للسيادة في شؤون الحكم. إذن في إطار هذه الديمقراطية النيابية أو التمثيلية يصبح البرلمان هو صاحب السيادة والممارس الفعلي للسلطة السياسية، وبالتالي يعني كنا نتحدث في إطار هذه الديمقراطية النيابية عن سيادة المؤسسة التشريعية، سيادة البرلمان، وذلك من خلال يعني الصلاحيات الكبيرة والكبيرة جدا التي كانت تتمتع بها المؤسسة التشريعية في ظل هذه الديمقراطية النيابية أو الديمقراطية التمثيلية. ويعني المدافعين عن هذه الديمقراطية النيابية قدموا مجموعة من المبررات تتمثل أهمها في افتقار المواطن العادي للتأهيل والتكوين وللمعرفة الضرورية للتقرير في الشؤون العامة. بتعبير آخر يمكن أن نقول بأن يعني ممارسة الشأن السياسي وممارسة السلطة السياسية تتطلب التوفر على مجموعة من المهارات وعلى مجموعة من تجربة كبيرة في هذا المجال يتعذر توفرها لدى عامة الأفراد. إلا أنه بالمقابل تعرضت هذه الديمقراطية النيابية أو التمثيلية لمجموعة من الانتقادات تمثل أهمها في إبعاد الشعب عن ممارسة السلطة السياسية، كون أن يعني الدور السياسي الوحيد الذي يعترف به للأفراد في إطار هذه الديمقراطية النيابية هو حق الأفراد في يعني اختيار من سينوب عنهم في ممارسة السلطة السياسية وبالتالي يعني تعتبر الانتخابات المناسبة الوحيدة التي يتم فيها الرجوع إلى الفرد أو الرجوع إلى المواطن. ولذلك نتحدث يعني في إطار هذه الديمقراطية النيابية أو الديمقراطية التمثيلية عن يعني الفرد باعتباره سيد اليوم الواحد. ما هو هذا اليوم الواحد؟ هو يوم الاقتراع أو يوم الانتخاب. كما أن هذا من بين الانتقادات التي وجهت الديمقراطية النيابية استبداد المؤسسة التشريعية أو استبداد البرلمان، قلنا من خلال أولا مجموعة الصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسة التشريعية، من خلال ثانيا غياب أي أداة للرقابة يعني بين يدي الأفراد أو بين يدي المواطنين تجاه المؤسسة التشريعية، وثالثا قلنا نظرا لعدم إمكانية خضوع القوانين التي تتبناها هذه السلطة التشريعية لأي شكل من أشكال الرقابة بطبيعتها. إذن نظرا لكل هذه الانتقادات ونظرا لكل ربما أوجه القصور التي يعني عبرت عنها كل من الديمقراطية المباشرة من جهة والديمقراطية النيابية أو التمثيلية من جهة أخرى، ستظهر الحاجة لوجود نموذج ثالث تمثل في الديمقراطية شبه المباشرة. هذه الديمقراطية شبه المباشرة التي يمكن أن نقول بأنها نظام حكم وسط بين كل من الديمقراطية المباشرة
قلنا التي تقوم على أساس إسناد ممارسة السلطة السياسية للأفراد بطريقة أو بشكل مباشر، والديمقراطية النيابية أو التمثيلية من جهة ثانية، قلنا التي تقوم على أساس إسناد ممارسة السلطة السياسية لجهاز منتخب ينوب عن الأفراد أو عن الناخبين في ممارسة الشأن السياسي أو السلطة السياسية. وإذن يمكن أن نقول بأن هذا النظام يتميز بمنح الشعب حق مشاركة المؤسسة التشريعية في ممارسة بعض الصلاحيات من جهة، وانتخاب من سيمثله لممارسة الجزء الأهم منها من جهة ثانية. ويمكن أن نقول اليوم بأن يعني جل الديمقراطيات المعاصرة اليوم وجل الأنظمة السياسية اليوم هي ديمقراطيات شبه مباشرة. لماذا؟ قلنا نظرا لأن هناك يعني الاعتراف للأفراد بحق المساهمة في ممارسة السلطة السياسية بطبيعة الحال. وبهذا الإطار يمكن أن نشير إلى الفصل 2 من دستور 2011، يعني دستور المملكة المغربية، الذي يقول والذي يؤكد على أن السيادة تعود للأمة، تمارسها بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبطريقة غير مباشرة عن طريق ممثلها. إذن مظهر الديمقراطية المباشرة هو الاستفتاء، بحيث يتم الرجوع إلى الأفراد للتقرير في مجموعة من القضايا ربما المهمة والمصيرية للدولة والمجتمع. ومظهر الديمقراطية غير المباشرة، بمعنى الديمقراطية النيابية أو التمثيلية، يجد أساسه في ممارسة السلطة السياسية من طرف نواب هذه الأمة، والأمر يتعلق بالدرجة الأولى يعني المؤسسة التشريعية. إذا ما دام قلنا على أن يعني جل الأنظمة السياسية اليوم وجل الديمقراطيات اليوم هي ديمقراطيات شبه مباشرة، هذه نجد بأن الدساتير المعاصرة أقرت وتبنت مجموعة من الآليات التي من شأنها تحقيق مساهمة ومشاركة الشعب في السلطة السياسية. ومن أهم هذه الآليات نجد مثلا اعتراف الوثيقة الدستورية وتبني الوثيقة الدستورية لآلية الاقتراح الشعبي للقوانين، نجد أيضا حق الاعتراض الشعبي على القوانين، يمكن أن نضيف أيضا الاستفتاء الشعبي على القوانين، حق الحل الشعبي للمجالس النيابية أو للمجالس المنتخبة، حق عزل المنتخبين في حالة تقصيرهم أو في حالة يعني عدم ممارستهم لمهامهم بالشكل المطلوب وسعيهم ربما وراء المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. إذن في نهاية المطاف نجد بأن الأنظمة الدستورية اليوم قلت يعني تعترف للأفراد بحق المشاركة في ممارسة السلطة السياسية من خلال مجموعة من الآليات ومجموعة من الميكانيزمات، هذه الميكانيزمات التي تختلف بطبيعة الحال من نظام سياسي إلى آخر ومن وثيقة دستورية لأخرى. الباب الثالث قلنا سنخصصه للقوى الفاعلة في النظام السياسي، وهنا يجب الإشارة إلى أن يعني داخل النظام السياسي يمكن أن نجد مجموعة من القوى الفاعلة التي تؤثر في هذا النظام السياسي. ويمكن أن نقدم يعني كمثال لهذه القوى الفاعلة الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، مؤسسات أو جمعيات المجتمع المدني، جماعات المصالح أو الضغط إلى غير ذلك. ولكن يمكن أن نقول على أنه من أهم القوى الفاعلة داخل النظام السياسي نجد الأحزاب السياسية، هذه الأحزاب السياسية التي تعتبر بطبيعة الحال وليدة المد الديمقراطي، والتي تعتبر يعني ظاهرة ملازمة للديمقراطية وللأنظمة الديمقراطية، بحيث لا وجود لمجتمع ديمقراطي بدون أحزاب سياسية، كما أنه
لا وجود لأحزاب سياسية حقيقية إلا في إطار مجتمع ديمقراطي، مجتمع تعددي بطبيعة الحال. إذن قلنا هذه الأحزاب السياسية هي وليدة الديمقراطية بالدرجة الأولى، والاقتراع العام الذي ستعرفه المجتمعات الأوروبية لا سيما يعني نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، إنها أيضا نتيجة القضاء على النظام الإقطاعي وبروز الرأسمالي. ويمكن تعريف الحزب السياسي بالقول بأنه هو كل تنظيم مهيكل غايته الأساسية تتمثل في الوصول إلى السلطة من أجل تطبيق برنامجه وإيديولوجيته، كما يمكن القول بأنه هو منظمة طويلة الأمد تسعى إلى تأطير وتمثيل المواطنين من خلال ورة برنامج سياسي متميز تحاول من خلاله إقناع الناخبين من أجل الوصول إلى السلطة وممارسة السلطة بطبيعة الحال. إذن يمكن أن نستشف من خلال هذه التعاريف وغيرها بأن الحزب السياسي، وهذه يعني أهم ميزة تميز الحزب السياسي، الحزب السياسي يعرف من خلال رغبته في الوصول إلى السلطة السياسية وممارسة هذه السلطة السياسية، على خلاف مثلا باقي القوى الفاعلة داخل النظام السياسي التي ليست لها الرغبة في الوصول إلى السلطة السياسية، ولكن هدفها وغايتها هو فقط التأثير في السلطة السياسية والضغط على صانع القرار السياسي في أفق يعني إقناع هذا الأخير وإرغام هذا الأخير على تبني سياسات عمومية تخدم مصالح هذه الفئات الاجتماعية. هذه الأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية بشكل عام ولدت بالدول الغربية وظهرت في الدول الغربية على إثر سلسلة من التصدعات التي عرفتها هذه الدول وهذه المجتمعات منذ القرن 19. وفي هذا الإطار يمكن أن نقف عند 4 تصدعات يعني لعبت دورا كبيرا في ظهور الأحزاب السياسية. التصدع الأول كان حول قضية الدولة أو حول مفهوم الدولة بين أحزاب سياسية يعني كانت تدافع عن سلطة مركزية لها القدرة على ممارسة السلطة السياسية واحتكار هذه السلطة السياسية دون الاعتراف بالخصوصيات المحلية ودون الاعتراف للمؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي بالمساهمة في ممارسة السلطة السياسية بأي شكل من الأشكال. وبين أحزاب سياسية مناهضة كانت يعني كانت تدافع عن الخصوصية المحلية وكانت تدافع عن يعني ضرورة توزيع السلطة السياسية، وذلك لتمكين هذه التنظيمات المحلية من الحفاظ على هويتها وعلى عاداتها وعلى تقاليدها. وفي هذا الإطار يعني يمكن أن نشير إلى الاختلاف الذي ظهر بين ما يعرف بالأحزاب اليعقوبية والأحزاب الجيروندية بفرنسا ابتداء من قيام الثورة الفرنسية لسنة 1789. التصدع الثاني كان حول موضوع العلاقة بين الدين من جهة والدولة من جهة أخرى. بتعبير آخر سيظهر أو هذا ربما النزاع وهذا النقاش الذي ظهر بالمجتمعات الأوروبية بخصوص طبيعة العلاقة التي يجب أن تسود العلاقة بين الدولة والدين والكنيسة من جهة ثانية، أدى إلى بروز وإلى ظهور أحزاب سياسية علمانية تنادي بضرورة فصل الديني عن السياسي وبضرورة فصل الدولة عن الكنيسة الكاثوليكية بوجه
التحديد، وأحزاب مسيحية وما يعرف بالأحزاب يعني الديمقراطية المسيحية في وقتنا المعاصر، التي يعني كانت تتبنى موقفا مغايرا، وذلك من خلال يعني تأكيدها على الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الدين في تنظيم الحياة والعيش المشترك داخل المجتمع بطبيعة الحال. التصدع الثالث هو ذلك التصدع الذي نتج أو نجم عن الثورة الصناعية. هذه الثورة الصناعية التي ظهرت إلى أو التي أدت إلى ظهور طبقات استفادت وبشكل كبير من حالة النمو والتطور الاقتصادي، وبالمقابل يعني ظهور فئات تم تهميشها، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالحرف اليدوية والزراعة على وجه التحديد. إذن هذا يعني هذا التصدع الذي نجم عن الثورة الصناعية سيؤدي بطبيعة الحال إلى ظهور أحزاب سياسية تتبنى إيديولوجيات معينة وبرامج اجتماعية مختلفة. التصدع الرابع وقع في صلب الإنتاج الصناعي نفسه، وذلك من خلال يعني ذلك الشرخ الواضح الذي أصبح واضحا وظاهرا للعيان بين طبقة برجوازية مالكة لوسائل الإنتاج من جهة، وطبقة لا تملك شيئا آخر غير قوة العمل أو غير سواعدها. الأمر يتعلق بطبقة الأجراء أو العمال أو الطبقة البروليتارية، ومن ثم يعني سيظهر ما يسمى بالأحزاب الاشتراكية أو الأحزاب العمالية، التي جعلت من الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة أو الطبقة البروليتارية يعني الأساس الذي وجدت من أجله والغاية التي خلقت من أجل الدفاع عنها. بخصوص تصنيف الأحزاب السياسية أو تصنيفات الأحزاب السياسية، يجب الإشارة إلى أن يعني هناك مقاربتين أساسيتين. المقاربة الأولى تركز على الطابع البنيوي، بينما الثانية تجنح إلى الطابع الإيديولوجي. إذن التصنيف الأول أو ما يعرف بالتصنيف البنيوي، ويقوم هذا التصنيف على أساس التمييز بين أحزاب الأطر أو الرأي من جهة وأحزاب الجماهير من جهة ثانية. فيما يتعلق بأحزاب الرأي أو الأطر، سمتها المميزة هي أنها أحزاب سياسية لا تقوم بالدرجة الأولى على أساس إيديولوجي معين، بل هي أحزاب تقوم على فكرة القبول باحتواء مختلف الآراء والتوجهات والتوفيق بينها. وبالتالي يعني نجدها أحزاب سياسية تضم فئات اجتماعية مختلفة ومتباينة تتقاسم قيم ومبادئ معينة. هذه الأحزاب بمعنى أحزاب الأطر أو أحزاب الرأي تركز بالدرجة الأولى على استقطاب الأفراد القادرين على التأثير في اختيارات الناخبين. الأمر يتعلق بطبيعة الحال بتركيزها على استقطاب الأعيان، قدرتها على استقطاب الأطر الإدارية العليا، لأنها تعتقد بأن يعني هذه الشرائح المجتمعية هي يعني أكثر قدرة على التأثير في اختيارات الناخبين، وبالتالي يعني حمل هؤلاء الناخبين للتصويت لفائدة هذه التنظيمات الحزبية. هذه الأحزاب بمعنى أحزاب الأطر أو الرأي تتميز ببنية مرنة، بحيث أن الإدارة أو الهيئات الحزبية المركزية لا تتمتع بسلطة كبيرة باتجاه المنخرطين، على اعتبار كنا أنها تركز على استقطاب الأعيان والبطور، هؤلاء الأعيان وهؤلاء البطور يعني الذين ليست لهم العادة وليست لهم الرغبة في الخضوع
بنية إدارية يعني تؤطرهم وتوجه أعمالهم إن صح هذا التعبير. وبالتالي نجد بأن أحزاب الأطر أو أحزاب الرأي لا تسعى لزيادة عدد المنتسبين إليها، قلنا بقدر ما تسعى إلى جذب يعني الفئات الاجتماعية الأكثر قدرة على التأثير في الناخبين يوم الاقتراع. النوع الثاني من الأحزاب دائما في إطار التصنيف البنيوي يتمثل في أحزاب الجماهير. وأحزاب الجماهير هذه ظهرت يعني أساسا مع ظهور الإيديولوجية الماركسية وبداية تأسيس الأحزاب الاشتراكية. وبالتالي نجد بأن أحزاب الجماهير هي أحزاب تهدف بالدرجة الأولى إلى ضم أكبر عدد ممكن من المنخرطين قصد تأطيرهم للمساهمة في أنشطة الحزب، ولكن ليس فقط للمساهمة في أنشطة الحزب، ولكن نجد يعني هناك غاية أخرى تتمثل في الدعم المالي والمساهمة في الدعم المالي لهذه الأحزاب، هي أحزاب الجماهير. قلنا عند معرض حديثنا عن أحزاب الأطر أو الرأي بأن هذه الأخيرة تضم فئات اجتماعية مختلفة ومتباينة، بينما أحزاب الجماهير نجدها يعني تفتح الباب أمام منخرطين ينتمون لنفس الشرائح والطبقات المجتمعية، وذلك لخدمة إيديولوجية الحزب السياسي. هذه الأحزاب، أحزاب الجماهير التي تتميز على عكس أحزاب الأطر بالانضباط التام لأعضاء الحزب ولمنخرطيه لتوجيهات ولقرارات الإدارة والهيئات المركزية للحزب، كما أن هذا الأخير نجده قائما على بنية قوية غايتها الأساسية تأطير المنخرطين، قلنا الذين ينتمون لفئة اجتماعية معينة، وذلك يعني قصد المساهمة في نشر مبادئ وإيديولوجية الحزب من جهة، وقصد يعني الحصول وتوفير الدعم المالي للحزب ولأنشطة الحزب السياسي من جهة ثانية. التصنيف الثاني الذي سنتحدث عنه هو ما يعرف بالتصنيف الإيديولوجي. هذا التصنيف الإيديولوجي الذي يقوم على أساس التمييز بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار، ويعود ظهور مصطلحي اليمين واليسار لتعيين الاتجاهات السياسية بفرنسا إلى 1789 بمعنى بقيام أو مع قيام الثورة الفرنسية. إذن السؤال الذي يمكن أن يطرح، أين تتمثل أو أين يتمثل الفرق بين أحزاب اليسار أو أحزاب اليمين؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من الرجوع إلى إيديولوجية كل من اليسار واليمين. هنا لا نتحدث بطبيعة الحال عن الأحزاب الشيوعية، ولكن نتحدث عن أحزاب اليسار أو ما يعرف ب يعني الأحزاب الاشتراكية الحالية أو المعاصرة التي يعني تنكرت إلى حد كبير لهذه الإيديولوجية الماركسية أو الشيوعية. إذن نجد بأن إيديولوجية اليسار تتمثل بالدرجة الأولى في مساندة المبادرة الفردية، لكن مع إمكانية تدخل الدولة قصد بناء مجتمع ليبرالي قائم على التوازن بين المبادرة الفردية من جهة وصيانة كرامة الفرد من جهة ثانية. بينما نجد بأن إيديولوجية اليمين تتمثل أو تقوم في جوهرها على قدسية
وعلى تقديس المبادرة الفردية وإبعاد تدخل الدولة تحقيقا لقيم ومقومات المجتمع الليبرالي. إذن ربما إذا حاولنا يعني الرجوع إلى الأحكام التي يمكن أن تصدرها عامة الناس حول أحزاب اليسار وحول أحزاب اليمين، يمكن أن نخلص للنتيجة التالية: أحزاب اليمين في رأي الكثيرين هي أحزاب محافظة ذات فكر رأسمالي هدفها الدفاع عن ثروات الأغنياء، وبالمقابل نجد بأن أحزاب اليسار هي أحزاب ترتكز على قوة العمال وتسعى من خلال الدعاية التي تمارسها كسب ولاء الطبقة العاملة، وذلك قلنا قصد تبني فكرها وإيديولوجيتها والمساهمة في تمويل وتوفير الدعم المالي للحزب السياسي. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى والوقوف عند نسبية هذا التمييز. لماذا؟ لأن اليوم أصبحنا نلاحظ وبالملموس بأن أحزاب اليمين لم تعد أحزاب يمينية حقيقية، ولا أحزاب اليسار أصبحت أحزاب يسارية بالمفهوم الذي يعني سبق وأن توقفنا عنده. وهكذا نجد بأنه أو نلاحظ على أنه إذا كانت أحزاب اليسار مثلا تدعي أنها تنشر قيم المساواة والعدالة، فإنه بالمقابل نجد بأن هناك أحزاب أو نظم يسارية ديكتاتورية لم تتوانى في ممارسة السلطة السياسية بأبشع الصور وبأبشع الوسائل. كما أننا يمكن أن نلاحظ وبشكل جلي على أنه إذا كانت معايير اليمين بمعنى أحزاب اليمين تقوم على السلطة والحفاظ على النظام القائم، فإن هناك بالمقابل أيضا نظم يسارية تتشبث بالسلطة ولا تدخر جهدا في الحفاظ على النظام القائم. كما أنه إذا كانت الأحزاب اليسارية تقوم على مبدأ التدخل في الاقتصاد، فإنه في نفس الوقت هناك أحزاب يمينية تؤيد مبدأ توجيه الاقتصاد وتطبق مبدأ الضريبة التصاعدية كما تعيد توزيع الدخل، وذلك يعني في إطار أو في أفق تحقيق نوع من التكافؤ بين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع. إلا أنه يعني رغم نسبية هذا التمييز، فإن اليمين واليسار يشكلان لحد اليوم المعيار الأساسي الذي تفكر أغلبية الناس بالسياسة من خلاله. وبالتالي يمكن أن نقول على أنه يعني رغم الصعوبة أو صعوبة التمييز بين أحزاب اليمين من جهة وأحزاب اليسار من جهة ثانية، إلا أن غياب الفوارق بين الأحزاب السياسية يقود حتما إلى هلاك الديمقراطية وبالتالي قيام ديكتاتورية الحزب الواحد. إذن الاختلاف بين الأحزاب السياسية هو شيء صحي للديمقراطية وللنظام السياسي. هذه الأحزاب السياسية التي تقوم بطبيعة الحال بمجموعة من الوظائف داخل المنظومة السياسية، وعلى رأسها نجد إضفاء الشرعية السياسية على النظام السياسي، وذلك من خلال المشاركة في يعني الانتخابات على جميع المستويات سواء وطنيا أو جهويا أو محليا. نجد أيضا يعني وظيفة التأطير السياسي للمواطن والمشاركة السياسية، التنشئة السياسية والعمل على رفع المستوى الوعي السياسي لدى المواطن،
تمثيل الأحزاب السياسية لمختلف الآراء التي تتقاطع المجتمع، الدفاع عن المصالح العليا للبلد، والمساهمة في رسم وفي وضع السياسات العمومية للدولة. في إطار يعني معرض حديثنا عن الأحزاب السياسية، لا بد من التوقف عند ما يعرف بالنظم الحزبية. بتعبير آخر، ما هي طبيعة النظام الحزبي الذي يميز النظام السياسي؟ وحينما نتحدث عن النظم الحزبية نطرح التساؤل التالي: هل الأمر يتعلق بنظام حزبي تنافسي أم بنظام حزبي غير تنافسي؟ وفي هذا الإطار يعني لا بد من الإشارة إلى علاقة التأثير والتأثر بين النظام السياسي القائم من جهة والنظام الحزبي من جهة ثانية. وهكذا يعني نلاحظ تأثير أو التأثير الذي تمارسه طبيعة النظام السياسي على النظام الحزبي، بحيث أن النظام السياسي عفوا كلما كان نظاما ديمقراطيا إلا واعترف وتبنى التعددية الحزبية، وبالمقابل كلما كنا في إطار نظام سياسي غير ديمقراطي إلا و يعني كنا أمام أحادية حزبية، أو في يعني أحسن الأحوال تعددية حزبية، ولكن الأمر يتعلق هنا بتعددية صورية على مستوى النصوص فقط، لأنه على مستوى الواقع وعلى مستوى الممارسة ليس هناك أي وجود لهذه التعددية الحزبية. وبالمقابل نجد بأن هناك تأثير للنظام الحزبي في النظام السياسي، بحيث قد تغير طبيعة النظام الحزبي، قد تغير طبيعة النظام الحزبي من طبيعة النظام السياسي. وهكذا نجد بأن النظام الحزبي قد غير في الكثير من الحالات من نمو وتطور الأنظمة السياسية وأثر على طبيعتها القانونية. وفي هذا الإطار يعني يمكن أن نشير إلى النموذج الفرنسي، بحيث أن يعني التعددية الحزبية المفرطة التي كان يعرفها النظام السياسي الفرنسي قبل ولادة الجمهورية الخامسة وقبل تبني دستور 1958 نتج عن هذه التعددية الحزبية الكثير من يعني حالة عدم الاستقرار السياسي والحكومي التي عانت منهما الدولة الفرنسية. وكيف أضفى هذا النظام الحزبي الذي يقوم على نوع من الثنائية الحزبية الذي يعني عرف تعرفه فرنسا بعد تبني دستور 1958، كيف ستتحول طبيعة النظام السياسي الفرنسي، وذلك من خلال يعني خاصية الاستقرار السياسي التي أضفاها هذا النظام الحزبي على النظام السياسي الفرنسي. وهذا كذا يمكن أن نقول بأن نظام الثنائية الحزبية يؤدي بطبيعة الحال إلى الاستقرار السياسي وإلى الاستقرار الحكومي، وبالمقابل تؤدي التعددية الحزبية عفوا إلى خضوع الحكومة لمزاج الأغلبية البرلمانية، الشيء الذي قد يهدد باستقرار هذه السلطة التنفيذية، وبالتالي قلنا تعرض النظام السياسي للاضطراب ولعدم الاستقرار الحكومي والسياسي. كما أن نظام الأحادية الحزبية إما أن يؤدي إلى استقرار ظاهري فقط وفي يعني العمق لا يمكن، يؤدي إلى احتقان خفي يؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على النظام السياسي.